صباح الخير والامل والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان. اهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم صباح دريم. النهارده الخميس 4 اغسطس 2016 9 صباحا بتوقيت القاهره. يوم سعيد على الجميع ان شاء الله. طبعا احنا لسه مستمرين زي ما عودنا حضراتكم في مناقشه القضايا والموضوعات اللي بتهمكم. كان كمان ناس كتير بيسالونا على موضوع رؤساء الاجهزه والمدن، وخصوصا المدن الجديده في مصر. مفيش شك طبعا ان في مشاكل كتير واستفسارات كتير عند ناس كتير جدا بتدور في اذهان الجميع، عايزين اجابه على الكلام ده كله من المسؤولين. عشان كده احنا خصصنا الحلقه دي ليكم علشان نتكلم عن مشاكل وهموم المدن الجديده، وهيكون ضيوفنا للرد على هذه الاسئله المهندس امين غنيم رئيس جهاز مدينه العبور، وكمان المهندس جمال طلعت رئيس جهاز مدينه الشيخ زايد. طبعا ده بعد لما عملنا حلقه من فتره من كذا اسبوع وكان ضيوفنا فيها رؤساء ثلاث مدن جديدة، وطبعا في ناس كتير كمان خصوصا من سكان مدينة العبور سألوا على الموضوع ده. هيكون معانا ضيوفنا الأعزاء هينورونا بعد إن شاء الله فقرتنا الإخبارية مباشرة، هنتكلم عن مدينة العبور ومدينة الشيخ زايد. مشاهدينا لو حابين تتواصلوا معنا طبعا أرقام تليفوناتنا قدام حضراتكم على الشاشة لأي استفسار أي مقترح أي سؤال، واسم اسز على 9 11 70، وكمان صفحتنا على فيسبوك صباح دريم بالعربي او بالانجلش تقدروا تتواصلوا معانا على مدار الحلقه بالكامل. مره تانية بصبح عليكم واستنونا بعد الفاصل والاخبار المحليه. نبدأ أخبارنا المحلية من أخبار مصر. والسيسي يشدد على تعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية. قال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال اجتماعه مع الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي على ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز مختلف جوانب الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة، ولا سيما لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، بما يمكنهم من مواجهة التحديات الاقتصادية والتخفيف من أثرها. شدد أيضا على أهمية الاستمرار في البرامج الاجتماعية التي تقدمها الدولة في هذا الصدد، مع التأكيد على ضرورة أن تراعي الإصلاحات الاقتصادية الأبعاد الاجتماعية والتوسع في شبكات الحماية والأمان الاجتماعي. في هذا السياق أيضا أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة بيضع في الاعتبار الفئات المتضررة وطبقات الدخل الأدنى، مشيرة إلى اعتماد مجموعة من الإصلاحات التشريعية لهذا الغرض تشمل قوانين التأمين الاجتماعي والضمان الاجتماعي بالإضافة إلى التأمين الصحي والإعاقة. ننتقل إلى اليوم السابع، والسيسي يهنئ رئيسة وزراء بريطانيا بمنصبها ويناقشان استئناف الرحلات لشرم الشيخ. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعد ظهر أمس الأربعاء اتصالا هاتفيا برئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي، حيث وجه الرئيس التهنئة لها بمناسبة توليها منصبها الجديد، معربا عن تمنياته بالتوفيق والنجاح في مهمتها الجديدة. أكد الرئيس أيضا تطلع مصر لتحقيق انطلاقة جديدة في العلاقة بين البلدين وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وفضلا طبعا عن التعاون مع الحكومة البريطانية الجديدة على كافة المستويات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين. طبعا من جانبها عبرت تيريزا ماي عن خالص تقديرها لتهنئة الرئيس بمناسبة توليها منصبها الجديد، وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية تطلعها للعمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية، معربة أيضا عن حرص بلادها على تقديم المساعدة اللازمة لدعم جهود النهوض بالاقتصاد المصري، بما في ذلك زيادة الاستثمارات البريطانية في مصر. نروح للوطن، والحكومة توافق على إنشاء وكالة فضاء مصرية. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء وكالة الفضاء المصرية، وقد نص مشروع القانون على أن
تقوم الوكالة بوضع برنامج الفضاء الوطني على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وأيضا متابعة تنفيذه وتوفير الاستثمارات اللازمة لذلك في إطار الموازنة العامة للدولة. كذلك أيضا الوقوف على الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة. كما تقوم الوكالة أيضا بدعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء، وكذا تأسيس بنية تحتية لتطوير وتصنيع الأنظمة الفضائية والعمل على تطوير العلاقات الدولية الاستراتيجية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، أيضا تمثيل الدولة على المستوى الإقليمي طبعا والدولي. من جريدة الشروق الخارجية تكشف تفاصيل وفاة زويل، والوزير يوجه بتسهيل عملية نقل الجثمان. أصدر سامح شكري وزير الخارجية توجيهاته إلى القنصلية العامة المصرية في لوس أنجلوس والسفارة المصرية في واشنطن بالتحرك الفوري من أجل تقديم كافة التسهيلات لسرعة نقل جثمان الفقيد الدكتور أحمد زويل إلى أرض الوطن. وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الاتصالات الأولية التي قامت بها القنصلية العامة في لوس أنجلوس تشير إلى أن الدكتور أحمد زويل قد وافته المنية أثناء زيارة كان يقوم بها لنجلته في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، وعلى الفور نقل الجثمان إلى المركز الإسلامي في مدينة لوس أنجلوس حيث يتم تجهيز الجثمان حاليا لنقله إلى مصر تنفيذا لوصية الفقيد بأن يدفن في أرض الوطن. من موقع فيتو، شيخ الأزهر يطالب قيادات المؤسسة الدينية بتدريب الأئمة وتأهيلهم للخطاب. عقد مساء أمس الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر فور عودته من لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعا مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية. وجه الطيب بوضع الخطط التدريبية اللازمة لرفع كفاءة الأئمة والوعاظ في مواجهة القضايا وحل مشكلات الناس، وشدد أيضا على ضرورة تزويد الأئمة والدعاة بما يعينهم على القيام بمهامهم على الوجه الأكمل من كتب وغيرها، مع ضرورة التنسيق التام بين مجمع البحوث الإسلامية ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء في هذا المجال. أيضا اقترح الإمام الأكبر إنشاء أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ والمفتين، وأيضا تأهيلهم للتأهيل الدعوي والعلم المناسب والمواكب لتطورات العصر، على أن يعقد اجتماع هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل لبحث ترتيبات وإجراءات اللازمة والعاجلة لإنشاء أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والمفتين، ووضع أيضا الإطار القانوني لها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. طيب، للتعليق وتوضيح هذا الخبر معنا على الهاتف دكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. طيب، مشروع يا فندم أكاديمية الأزهر ده مشروع قومي ضخم ومهم جدا، عايزين تفاصيل عن هذا المشروع في البداية يا فندم، اتفضل. هو هذا الهدف من هذا المشروع هو توحيد الجهود اللي بذلها في مجال الارتقاء بالعمل الدعوي والإفتاء في مصر، وأيضا سيؤثر على العمل الدعوي ربما في العالم كله فيما بعد إن شاء الله. هذه الأكاديمية إن شاء الله التي سينشئها الأزهر الشريف هي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول تأهيلي، وهو يعنى بتأهيل الراغبين في العمل في مجال الدعوة، سواء كانوا في مجال الوعظ أو الإمامة في الأوقاف أو الإفتاء. من خريجي سيقبل خريجي الكليات المتخصصة للعمل في هذا المجال، وستعنى بتأهيل هؤلاء الخريجين والفرق بين دراستهم في الأكاديمية لمدة 6 أشهر ودراستهم الجامعية. أن الدراسة في الأكاديمية ستركز على القضايا الواقعية والممارسة الفعلية للعمل على أرض الواقع وإطلاعهم على مستجدات الأمور وكيفية التعامل مع القضايا التي يعاني منها الناس. سيكون هذا الشرط فيما بعد للعمل في مجال الإفتاء أو الوعظ أو الإمامة، أي إذا أعلن عن وظائف في هذه المواقع سيشترط يكون تخرج من هذه الأكاديمية. القسم الثاني هو سيعنى بتدريب القائمين بالفعل على العمل في الإمامة أو الوعظ أو الإفتاء، يعنى برفع الكفاءة عن طريق دورات متكررة متتالية تعالج عدة
تحتوي على عدة برامج وتعالج المشكلات الواقعية ورفع كفاءة القائمين على العمل. وسيربط هذا التدريب والتأهيل الأكاديمي بالحوافز ومسألة الترقي وشغل الدرجات القيادية. طيب دكتور عباس، بالنسبة لقسم التأهيل، مين اللي هيكون مسؤول عن تأهيل هؤلاء الدعاة الجدد الشباب؟ أساتذة متخصصون في هذه المجالات من جامعة الأزهر، وحتى إذا احتجنا إلى أساتذة من خارج جامعة الأزهر في بعض المجالات الأخرى فلا مانع من الاستعانة فيه. طيب يا فندم، في المجمل في القسمين، يعني خارجين الأكاديمية المفروض ان هم هيخرجوا بعد كده يعني للحياة العملية والتدريب العملي، حضرتك لسه بتقول مواكبة الأحداث، المفروض ان في قصور معين موجود حاليا، الناس اللي يعني الغير مؤهلين بقى، هل حضرتك شايف ان الدعاة الجدد المؤهلين هيقدروا ان هم يسيطروا على ده بسرعة، خصوصا ان احنا دلوقتي يعني في مشاكل وفي ناس كتيرة بتقعد تثير فتن معينة حول يعني اي حاجة وصلت لخطبة الجمعة مثلا؟ يعني من يثيرون الفتن المعينة هؤلاء يعني ينقسموا إلى قسمين، قسم متخصص ولكنه قليل الخبرة، وهذا ستعالج الأكاديمية مشاكله في رفع كفاءته ويعني إطلاعه ورده إلى الطريق الصحيح من خلال المعالجة التي يتلقاها في هذه الأكاديمية. قسم آخر متطفل على الساحة الدعوية وهذا لا إمكان، ومقصود يعني اللي بيعمله القسم الآخر ده مقصود يا دكتور صح؟ نعم. في القسم الثاني اللي هم يعني عندهم فعلا خبرة وحضرتك بتقول عليهم دخلاء، ده بيبقى مقصود هذا القسم يجب إبعاده عن الساحة الدعوية لأنه الدعوة لا ينبغي أن ترتبط بأهداف أو مصالح خاصة أو اتجاهات معينة. فهذا القسم إن كان من هذا النوع فهذا وجوده في المجال الدعوي خطر كبير ويجب إبعاده عن الساحة. أكيد يا فندم، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا التوضيح دكتور عباس شومان وكيل أزهر الشريف. هنتابع أكيد آخر مستجدات أكاديمية الأزهر، فعلا مشروع مهم ومشروع قومي. نرجع لأخبارنا مشاهدينا، نروح بقى للمصري اليوم. الكسب غير المشروع، يتصالح مع حسين سالم بعد سداد 5 مليارات و341 مليون جنيه مصري. أعلن المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أعلن انتهاء تصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم وأفراد أسرته. وقال السعيد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر وزارة العدل أمس الأربعاء أنه تم التوقيع على المحضر النهائي للتصالح مع حسين سالم وأفراد أسرته، نظير تنزله عن 21 أصل من الأصول المملوكة له ولأسرته التي بلغت قيمتها 5 مليارات و341 مليون جنيه مصري، والتي تمثل 75% من ثروته، وأيضا تصل قيمتها إلى 7 مليارات و122 مليون جنيه. أكد أنه في حالة ظهور أي ممتلكات أخرى للمتهم أو ذويه لم ترد في محضر التصالح ستؤول ملكيتها فورا إلى الدولة. وأكد السعيد على أن حسين سالم وأفراد أسرته يستطيعون حاليا العودة إلى مصر دون أي إجراءات قانونية أو تحفظية، فضلا عن قدرته على إعادة مباشرة نشاطه من جديد في مصر. وأخيرا من جريدة الوفد، وزير التخطيط أول رحلة للحجاج 20 أغسطس. قال أشرف العربي وزير التخطيط ورئيس بعثة الحج لهذا العام أن أول رحلة حج ستنطلق من مصر لتكون يوم 20 أغسطس الجاري، وآخر رحلة رحلة ذهاب للسعودية يوم 5 سبتمبر المقبل، ورحلات العودة تنتهي إن شاء الله يوم 17 سبتمبر. أضاف العربي خلال اجتماعه لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب أمس الأربعاء أن عدد حجاج هذا العام حوالي 62,511 مقسمون 62,511 يعني مقسمون كالآتي: 10,000 حاج من حج التضامن، و 18,000 حج القرعة، و 29,145 من الحج السياحي، و 4,566 من الهيئات والجهات الأخرى. أشار أيضا إلى أنه سيتم تطبيق نظام المسار الإلكتروني تنفيذا لتعليمات المملكة العربية السعودية لمعرفة بيانات الحجاج المصريين، وأرجع إضافة شرط استخراج الصحيفة الجنائية لسرعة التعرف على هوية الحجاج، لافتا إلى توفير الأدوية وجميع المستلزمات الطبية والإسعافات والمراكز الطبية بالقرب من مقر الحجاج.
مشاهدينا ده كان آخر خبر معانا في أخبارنا المحلية. الأخبار العالمية بعد الفاصل، خليكم معانا. نبدأ أخبارنا العالمية من واشنطن بوست، واتهام ضابط شرطة أمريكي بمحاولة مساعدة تنظيم داعش. ذكرت صحيفة واشنطن بوست أمس الأربعاء أن ضابط شرطة يعمل في منطقة ترانزيت بواشنطن اعتقل ووجه إليه اتهام بمحاولة توفير دعم مادي لتنظيم داعش الإرهابي. أوضحت الصحيفة أن نيكولاس يونغ 36 عام من فيرفاكس فيرجينيا اعتقل صباح أمس الأربعاء في مقر للشرطة، وأفادت أوراق دعوة أمام محكمة اتحادية بأن يونغ أرسل لمصدر من جهات إنفاذ القانون أرقام تشفير البطاقات رسائل عبر الهاتف النقال. اعتقد يانغ أنها ستستخدم في التواصل من جانب مقاتلين تابعين لتنظيم الدولة الإرهابية داعش. نروح لآخر خبر معنا في فقرتنا الإخبارية وفي أخبارنا العالمية من ديلي ميل، وأمريكا واليابان طلبتا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي. يعقد مجلس الأمن الدولي بعد ظهر أمس الأربعاء اجتماع تشاور على إثر إطلاق كوريا الشمالية صواريخ جديدة على مصرح دبلوماسيين، ويعتقد أن هذا الاجتماع بناء على طلب الولايات المتحدة واليابان. أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانتا باور أن واشنطن وطوكيو طلبتا عقد هذا الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن، وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت أمس الأربعاء مجددا صاروخا باليستيا سقط للمرة الأولى في المياه اليابانية، وانفجر صاروخ آخر على الأرجح لدى إطلاقه بحسب الجيش الأمريكي. أكد السفير البريطاني المساعد بيتر ويلسون أنها المرة الأولى التي يسقط فيها صاروخ كوري شمالي في المنطقة الاقتصادية الحصرية قبالة اليابان، وقال أيضا أنه أمر يفترض أن يتناوله المجلس بجدية كبيرة وأنه انتهاك أكيد لقرارات المجلس. مشاهدينا من ديلي ميل ده كان آخر خبر معنا في فقرتنا الأخبارية هذا الصباح. قبل ما نروح لفقرتنا الرئيسية ونبتدي نستقبل تليفوناتكم، خلونا نروح لتقرير مهم جدا عن توقيع بروتوكول بين جامعة العريش وجامعة قناة السويس بعد أما أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرار جمهوري بإنشاء جامعة العريش على سيناء الحبيبة. نشاهد. صباح دريم من سينا. جامعة العريش حلم طال انتظاره، وأخيرا جامعة حكومية في سينا. بعد طول انتظار أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بإنشاء جامعة العريش. إيه هي الكليات الموجودة وكم كلية تدخل التنسيق هذا العام، والبروتوكول مع جامعة قناة السويس؟ هنتعرف على كل ده من السيد الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش والسيد الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس. حاليا عندنا 6 كليات على رأس العمل: كلية التربية بالعريش انشأت سنة 83، كلية العلوم الزراعية البيئية انشأت سنة 1988، بعدها كلية التربية الرياضية سنة 2011 أو 12 تقريبا، وبعد كده كلية العلوم والأداب 2014، وكل معهد الدراسات البيئية بالخربة برضو سنة 2014، فالعدد 6. الحمد لله. كليات المستقبلية يا دكتور؟ لا، هو دخل فعلا تنسيق رسميا، الحمد لله هيصدر قرار جمهوري في خلال الأيام والساعات القادمة. كلية الاستزراع دخلت تنسيق إن شاء الله، تنزل هتشوفوها في الدليل بتاع الثانوية العامة. كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية كأول كلية غير نمطية غير تقليدية من نوعها في مصر والشرق الأوسط، وده هتبقى في إن شاء الله في منطقة بحيرة البردويل. ممكن إن شاء الله بنجهز دلوقتي والقوات المسلحة بتساعدنا إن الدراسة تبدأ هناك، لو ما لحقناش إن شاء الله المعامل بتاع كلية العلوم
الزراعية البيئية وكلية العلوم الأساسية، هتبقى كواليفاي إن شاء الله إن احنا نبدأ فيها لغاية ما نخلص المباني والمعامل هناك في جنب بحيرة البرطويل. الكلية التانية اللي دخلت التنسيق السنة دي إن شاء الله جديدة كلية الاقتصاد المنزلي، فاحنا عندنا كليتين وكان عندنا 6 يبقى 8، في 6 قائمين على رأس العمل وفي 2 جداد دخلوا ان شاء الله التنسيق، كلية الاستزراع المائي والمساعدة البحرية وكلية الاقتصاد المنزلي. انت حضرتك عارفة طبعا ان جامعة قناة السويس قبل كده انفصل عنها جامعتين تانيين، جامعة بورسعيد في 2010 وجامعة السويس في 2012 والحمد لله العريش في 2016. طبعا جامعة قناة السويس احنا بنعتبرها الام للجامعات ديت، فبالتالي ليها مسؤولية مهمة جدا ان هي تفضل دايما جنب جامعة العريش لغاية لما تقف على رجليها وتبقى من الجامعات الواعدة. هو ده اللي احنا متفائلين بالقيادة الجديدة للجامعة والزملاء القائمين على التدريس والإدارة داخل جامعة العريش. ما تم الاتفاق عليه النهاردة هو توقيع بروتوكول للتعليم المفتوح التجاري، للتعليم التجاري المفتوح، وتم الاتفاق على تقديم بعض الخدمات للعاملين داخل جامعة العريش في إذا كان خلال العلاج أو إذا كان الاستضافة في كل منشآت جامعة قناة السويس بالضبط كأننا لم ننفصل. فبالتالي إحنا بنأكد على أن جامعة العريش هي بالضبط جامعة قناة السويس، وإحنا جاهزين لتقديم كل ما يطلب منها لغاية لما جامعة تقف على رجلها إن شاء الله. وده اللي أكدناه النهاردة وده تم الاتفاق عليه النهاردة، والنهاردة جبنا أساتذتنا وزملائنا في كلية الطب عشان نبتدي نشوف إزاي هنحط اللوائح ونجهز لإنشاء كلية الطب جامعة العريش، وأعتقد أنها تاخد من 2-3 عقبال ما تنشأ، وإن شاء الله برضو كلية التمريض. لكل مجتهد نصيبه، أولى خطوات التنمية تبدأ بالتعليم، وإنشاء جامعة حكومية في سيناء حلم اتحقق لكل أبناء سيناء، مع مزيد من الإنشاءات التنموية في سيناء. شريط طبراني صلاح. نتكلم عن المدن الجديدة وتحديدا مدينة العبور ومدينة الشيخ زايد. الحقيقة المدن الجديدة اللي موجودة على أطراف المحافظات بالكامل يعني مأهولة بعدد كبير من السكان، وفيها ناس كتير، وفيها مشاكل كتير، وفيها استفسارات كتير جدا، وفيها برضو تنمية بشكل كبير محتاجة لنظرة كمان من المسؤولين. في نشاط بيحصل فيها، والحقيقة هي قايمة بدور مهم جدا هذه المدن ان هي يعني حدت من انتشار الازدحام في القاهرة والجيزة واسكندرية وكمان المدن الاخرى، بس تحديدا الثلاث مدن دول. بس في اكيد مشاكل كتير جدا موجودة في هذه المدن. الهدف كان من إنشائها إن هي تكون مدن نموذجية، يعني فيها كل الخدمات متكاملة، ما يضطرش الساكن في هذه المدن إن هو يخرج براها إلا في أضيق الحدود. عموما احنا هنعرف تفاصيل أكتر من ضيوفنا اللي منورنا في الاستوديو، مهندس أمين غنيم رئيس جهاز مدينة العبور، أهلا بحضرتك يا فندم. وبنرحب أيضا بمهندس جمال طلعت رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك فندم. خلونا نبدأ الأول بمدينة العبور يا فندم. ومدينة العبور يمكن مساحة كبيرة جدا، عدد سكان الكتلة الحالية 16200 فدان، تمام. فيها تقسم 9 أحياء إلى جانب منطقة صناعية، اثنين منطقة صناعية. طيب أنا تحديدا سؤالي عن المناطق الصناعية، يعني عايزين كده يعني نفند المنطقتين الصناعيتين لأنهم طبعا غاية في الأهمية، ناس كتير جدا بيعملوا فيهم، غير الناس ساكنة في المدينة وناس بتيجي كل يوم من بره. الموضوع ده اثنين منطقة صناعية تقريبا، عدد المصانع حوالي 1775 مصنع، كلهم شغالين يا فندم. يعني هنقول اللي شغال ما يقرب من 1300، والباقي تحت مصنع الإنشاء أو في بعض المشاكل. تمام. طيب المشاكل اللي موجودة بقى في المنطقة الصناعية تحديدا هي المنطقتين عموما، هي مشاكل المنطقة الصناعية مشاكل استثمارية وليست مشاكل عدم موفرة مرافق، أو لأن احنا الحمد لله مرافقنا مكتملة بالنسبة للكهرباء، المية، الصرف، الغاز، كله مكتمل تماما وبيلبي احتياجات جميع المستثمرين.
تمام. كان كانت الفتره اللي هي من 2011 2013 كان حصل دروب لبعض المصانع الاستثمار او كحال البلد كلها، حصل بعض الركود عند ناس، في ناس كانت يمكن اقل المدن تاثيرا كان مدينه العبور، لكن برضو تاثرت اللي هي بعد 25 يناير. بس حضرتك بتقول في مشاكل استثماريه لسه قائمه. ما هو حضرتك، ما هو هو اللي نام ده مش بيقوم في لحظه يا اخي، بياخد بالظبط كاستثمار بدا، لكن العجله دارت وبدا يمكن معظم اللي كان وقف بدا يشتغل. ويعني ده الحال دلوقتي. يعني هو ايه اللي اتغير من 2011 لغايه دلوقتي يا فندم في المدينه؟ لا اتغير من ناحيه، اتغير كتير. احنا يعني كل يوم في المدينه فيها جديد. هنتكلم بس الاول على المستوى الصناعي وبعدين نروح على شوف حضرتك السكين. هي مدينه العبور ككتله ثابته 16200 فدان من اول قرار جمهوري ما صدر. الكردون محدود بالمساحه دي، فما عندناش اراضي توسعات. هي اكبر المشاكل الاستثماريه اللي موجوده عند مستثمرين العبور انهم عايزين مساحات اراضي صناعيه عشان يضيفوا مصانع جديده. زائد ان هم برضو في مشكله ان هو عاوز اذا ما كانش في اراضي جديده ان هو يتوسع راسي، وده تحت الدراسه، في دراسه مع الجهات الاخرى ان احنا نزود الارتفاعات لان احنا مرتبطين بقيود ارتفاعات محدده مع جهات سياديه، وده اللي احنا بنسعى ليه دلوقتي عشان نفتح قيود الارتفاعات. تمام، هرجع لحضرتك مره اخرى في الشق بقى السكاني اللي يمكن حاسه ان هيبقى فيه استفسارات اكتر. نروح بس لمدينه الشيخ زايد، مهندس جمال طلعت. مدينه الشيخ زايد الحقيقه من اكثر المدن اللي بتشهد نسبه اقبال، ويعني يمكن بعد كمان القاهره الجديده، يعني يمكن بتيجي في المرتبه الثانيه بعد القاهره الجديده. حضرتك شايف مدينه الشيخ زايد برضو، خلينا نكرر السؤال، من 2011 لحد دلوقتي كانت واصبحت ايه؟ الاول طبعا انا بشكر حضرتك وفريق العمل لاستضافتنا النهارده لالقاء الضوء على المدن الجديده ودور المدن الجديده، لان المدن الجديده دي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنشئت بعد حرب 73، كان هدفها الخروج من الوادي الضيق حوالين نهر النيل، لأن كل مصر كانت متجمعة حوالين نهر النيل. نسبة الإشغال في مصر في مساحة مصر كلها كانت حوالي يمكن 4%، وده كان الهدف من إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإنشاء مجتمعات حضرية جديدة للخروج بره وادي النيل. تمام. مدينة الشيخ زايد تحديدا هي إحدى مدن الجيل الثاني، مساحتها حوالي 10300 فدان، منماة بنسبة أكثر من 90% من مساحة المدينة. صحيح. الهدف من إنشاء المدينة إنها تبقى مدينة سكنية، بعد كده أضيف لها إنها بقت مدينة سكنية تعليمية، عندنا في جامعة القاهرة، جامعة النيل، وجزء من جامعة زويل. بعد كده بقت مدينة زي ما حضرتك تفضلتي إنها جاذبة بقى، ان احنا عندنا دلوقتي عناصر ترفيهيه وسياحيه كتير. مظبوط. بقت هي دي الجاذبه لكتير من سكان القاهره الكبرى، كتير قوي من مناطق مصر الجديده، مدينه نصر، المهندسين بيجوا عشان يقضوا فترات ويستمتعوا بالاماكن اللي موجوده في الشيخ زايد. تمام. ايه اللي احنا عملناه بقى علشان خاطر نبقى المدينه جاذبه؟ عندنا خطة تطوير لمحاور المدينة، لطرق المدينة وأحياء المدينة من حوالي من سنتين أو ثلاث سنين، الحقيقة بيشهدها مواطني مدينة الشيخ زايد، ودي اللي أدت إلى الطفرة الكبيرة اللي احنا فيها والإقبال على مدينة الشيخ زايد. مش مقارنة بقى بالقاهرة الجديدة أو يعني كل المدن واحد، كلها مدن جاذبة، ولكن بقى في طفرة كبيرة جدا. يمكن علت الأسعار طبعا، دي مش هدف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولكن الجذب لمناطق معينة بيعلي الأسعار فيها. ده بيبقى في أي وده اللي احنا لاحظناه في الفترة اللي فاتت. طيب أستأذن حضراتكم، احنا معانا تليفون. فتحية من القاهرة عايزة تستفسر عن مدينة العبور. فتحية. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، اتفضلي يا فندم. السيد رئيس جهاز العبور. اتفضلي يا فندم، سامع حضرتك. هو سامع حضرتك. الأرض في اللي هي في الشروق، وهم قالوا لنا هي تبع جهاز العبور. بقى لها زيادة عن 10 سنين الأرض معانا، مفيش لا مية دخلت ولا مرافق دخلت. عايزين حتى لو نبني أوضة ونقعد فيها كده بس يبقى في مرافق. يا ترى هتسمحوا لنا بالمرافق دي تدخل إمتى؟ في ناس بانية كتير هناك بس بدون تصريح، بدون موافقة، وإحنا مش عايزين نخش في المشاكل دي.
فحلينا الارض اللي هي قطع اللي هي تبع الامل. طيب عايز استفسار تاني يا فندم؟ ميرسي حبيبتي. شكرا. طيب اتفضل يا فندم. هي جمعية الأمل هي جمعية تخصص ليها أرض من هيئة التنمية الزراعية، والجمعية دي اتحلت، في بعض الناس كانت اشترت ومعاهم عقود. صدر قرار جمهوري 249 لسنة 2016 بإنشاء مدينة العبور الجديدة على مساحة 58914 فدان، ويمكن كان في إعلان نزل الأسبوع اللي فات بإعلان تحذيري بعدم التصرف أو أي إجراءات على الأراضي دي إلا بعد الرجوع للجهاز جهاز المدينة، وفتحنا باب استقبال أوراق لكل الجمعيات والأفراد أنهم يقدموا الأوراق مستندات ملكيتهم عشان تبدأ اللجان فحصها. تمام. وتوفيق أوضاعها. طب هي المفروض دلوقتي تتوجه لفين مدام؟ جهاز مدينة العبور في موجود بقالنا دلوقتي 4 أيام بنستقبل أوراق، ويمكن احنا وصلنا امبارح أكثر من 3000 متقدم. تمام. أرجو أن حضرتك تكوني متابعينا مدام فتحية، وإن شاء الله مشكلة حضرتك تتحل. طيب بمناسبة حضرتك اتكلمت عن مدينة العبور الجديدة، هي عبارة عن إيه والهدف منها إيه بالظبط يا فندم؟ العبور الجديدة مدينة صدر بها قرار جمهوري 249 زي ما قلت لحضرتك 2016 على مساحة ما يقرب من 60,000 فدان. المدينة دي كان شملت الجمعيات اللي تم تخصيص أراضي ليهم من هيئة التنمية الزراعية، وكان ليهم تعامل مع هيئة التنمية، نقلت ولاية الجمعيات دي كلها من هيئة التنمية الزراعية لهيئة المجتمعات العمرانية. خلال 3 شهور ان شاء الله بنستلم الملفات من هيئه التنميه الزراعيه. 3 شهور من امتى؟ من دلوقتي؟ من صدور القرار. المفروض ان احنا بدانا فعلا يعني اجراءات استلام الملفات من هيئه التنميه الزراعيه، في لجنه بتتشكل. جميل. وخلال 1.5 سنة ان شاء الله بيصدر مخطط استراتيجي للمدينه بالكامل، والمخطط التفصيلي هيبقى حاجه كويسه جدا، وهتبقى مدينه يعني كمستوى مش هيقل عن القاهره الجديده باذن الله ان شاء الله. طيب نرجع تاني للشيخ زايد، والمفروض ان كان في ناس كتير يا فندم استفسر عن المشروعات المفروض هيتم تنفيذها الفتره المقبله، او يعني تحديدا في خطه العام المالي اللي جاي او الحالي. المشروعات دي عباره عن ايه يا فندم؟ المفروض هتخدم كم، يعني كم منطقه في المدينه؟ يعني عايزين شرح كده مفصل للمشروعات الجديده في مدينه الشيخ زايد. الاول حضرتك زي ما قلنا قبل كده ان احنا مدينه الشيخ زايد منماه باكثر من 90% من مساحتها. احنا دلوقتي بنهدف لاستكمال تنميه او تطوير بقى المحاور الرئيسيه والاحياء. بدانا ببعض المحاور او كل المحاور الرئيسيه، في 3 محاور رئيسيه بتربط مدينه الشيخ زايد. في طريق رابط ما بين محور 26 يوليو لطريق مصر اسكندريه الصحراوي، تم استكماله ونهوه بالكامل من اسفلت وزراعه وارصفه وخلافه واناره. الطريق ده بقى مهم جدا لاهالي الشيخ زايد و6 اكتوبر بنربط على طول مباشره ما بين الشيخ زايد ومصر اسكندريه الصحراوي على طول. دون المرور بالمحور وبدايه الطريق من والبوابات ونفذنا برضو بوابه رسوم على نهايه الطريق ده. الجديد في القصه دي بقى ان احنا اتفقنا مع القائمين على محور على الطريق مصر اسكندريه الصحراوي اللي هي الشركه الوطنيه القوات المسلحه، ان احنا هننفذ كوبري اتجاه واحد اللي خارج على طول مباشره من الشيخ زايد، هيركب الكوبري على طول وينزل في اتجاه اسكندريه مباشره دون الرجوع حوالي 7-8 كيلو لغايه البوابات الرئيسيه. يعني مش هيضطر يلف ويرجع للبوابات، هيطلع كوبري اتجاه واحد. ما هو اتجاهه مش محتاجينه اكتر من اتجاه واحد، لان الاتجاه التاني موجود بيبقى الاتجاه فاللي التاني خارج بقى. مباشره يبقى كده وفرت اكتر من 15-20 كيلو وقت كمان لقاطني الشيخ زايد. المحور التاني محور المركزي داخل المدينه بيطل على حوالي 17 حي، وهي دي اجمالي احياء المدينه. المحور ده حوالي 14 كيلو طوله، بيشهد او يعني ملاحظينه اهالي المدينه، عمل طفره كبيره جدا. مزبوط. توسعه للمحور، اماكن انتظار من بلاط الانترلوك، ميادين. وبمناسبه الميادين انا عايز اشكر المستثمرين ان هم ساهموا
في تجميل الميادين، وده بيوفر على ميزانية الجهاز مبالغ كبيرة، لأن المستثمر بينفذ الميدان، الميدان بيبقى فيه أعمال فنية وزراعات نادرة، بيكلف أكتر، بيكلف ملايين. كم ميدان تم تنفيذه عن طريق؟ حوالي 14 ميدان تم تنفيذهم، بخلاف واجهة المدينة بالكامل برضو جزء منها كبير جدا تم تنفيذه عن طريق المستثمرين. واجهة المدينة من الطريق، من على محور 26 يوليو بالظبط. طبعا في واجهة تانية للمدينة، 4 مداخل على وصل الدهشور، ودي قائم بيها جهاز 6 اكتوبر، هيعمل نقلة كبيرة جدا ما بين المدينتين، وده عليها 4 مداخل لمدينة الشيخ زايد. تمام. بالإضافة للمحور الثالث والأخير وهو الطريق الدائري، اللي النهاردة أهالي 6 أكتوبر والشيخ زايد بيعتبروه بديل عن وصل الدهشور الشمالية، تم تطويره بالكامل بطول حوالي 10 كيلو. الأحياء السكنية نزلنا في كل الأحياء السكنية من خلال السنتين اللي فاتوا دول، طورنا أحياء كتير، منها الحي الأول، الحي الثالث، الحي الرابع، الحي الخامس، السابع، الثامن، العاشر. شغالين في الحي 11، ده اللي فيه الإسكان القومي، وده كان المواطنين بيعانوا منه كتير. صحيح. شغالين، وبنوعدهم إن شاء الله خلال 4 لـ5 شهور بالكتير هيكون تم انتهاء الحي 11 بالكامل. في بقى حاجات تانية هرجع لحضرتك تاني، ويعني لا يعني هو تطور ملموس الحقيقة، سواء في مدينة العبور أو في مدينة الشيخ زايد، عشان كده احنا النهاردة يعني سعداء بوجود حضراتكم معنا، لأن في يعني ناس كتير برضو كمان كانت طلبت بالفعل وجود حضراتكم معنا النهاردة. طيب استأذن حضراتكم معلش، معنا سامي من الشرقية. سامي. ألو. أيوة فندم. ألو. أيوة فندم، اتفضل. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة الضيوف. صباح الفل يا فندم، اتفضل. بالنسبة لإنشاء المدن الجديدة، يا ريت يراعوا الثلاث حاجات اللي أنا عايز أقولهم. اتفضل. الحاجة الأولى، مكاسب لمفتشين التموين في الأسواق الموجودة في المدن الجديدة. طيب، مكاتب يتعمل زي ما كان قبل كده. حاضر. مفتشين من وزارة التموين يقعدوا في كشك أو يقعدوا في مكان، معاهم مجموعة من مباحث برضو مباحث التموين، بحيث لو اي خروج على الاسعار يبقى المواطن يطلع من السوق يشتكي للمجموعه الموجوده دي. تاني حاجه ايه يا فندم؟ ايوه، الموضوع الثاني بالنسبه لوزاره الصحه، برضو معاونين الصحه يفوتوا على المحلات ياخدوا عينات من الحاجات المنتهيه الصلاحيه ويتخذوا الاجراءات القانونيه فيها. برضو المفروض يبقى في المستشفيات اللي في المدن الجديدة يتعين معاونين صحة، والحمد لله اللي عندنا العمالة كتير. يعني تالت حاجة الثالث. نعم. تالت حاجة ايه فن؟ تالت حاجة بالنسبة لوزارة الزراعة، اذا كانت المدن الجديدة هيبقى فيها تنمية زراعية، ياريت يتعين مشرفين زراعيين في الوحدات الزراعية عشان يدوا خبرتهم للفلاحين اللي هيزرعوا في هذه المناطق. تمام يا فندم، ومع خالص شكري وتقدير لحضرتك، والى اللقاء ليك يا في مداخلات اخرى ان شاء الله. شكرا يا فندم، بشكرك جدا. معنا اشرف من القاهره. يا فندم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل. انا فندم ساكن في مدينه العبور، كنت واخد شقه تبع جهاز العبور تبع مركز الاسكان والتعمير. استفسارك عن مدينه العبور؟ ايوه يا فندم. اتفضل. والمفروض يا فندم في العقد مكتوب الكلام للاستاذ المهندس اللي هو رئيس جهاز مدينه العبور، العقد مكتوب ان الشقه واحده سكنيه كامله التشطيب، مظبوط؟ واحده سكنيه ايه؟ معلش علي صوتك. كامله التشطيب يا فندم. كامله التشطيب. تمام، احنا بس المفروض العقد بيقول كده وبينص على كده. انا بستلم على المفتاح، ما ينفعش ان انا استلم حضرتك شقه وبعد ما اقعد فيها ابص الاقي. طيب انا ما فهمتش بالظبط، هو بس بعد اذنك يجيبوا ونجيب العنوان، واذا كان في الاعداد بس حد يجي هو يجي المكتب. شوف مش استوى دلوقتي في اكتر من جهه بتسلم الوحدات، احنا في دلوقتي صندوق تمويل عقاري هو اللي المفروض بيسلم في العبور. طيب. لسه احنا ما بدناش نسلم كجهاز، لسه ما بدناش نسلم وحدات خالص خلال الفتره اللي فاتت دي. تمام. طيب. بس على الجزئيه بتاعه الاستاذ اللي هو كان بيتكلم على الربط، بيبقى في صحه وفي اولا عندي في اداره في كل المدن الجديده، في اداره اسمها اداره التنميه. اداره التنميه دي هي الاداره المنوط بيها التعامل مع الادارات اللي تابعه للمحليات زي الصحه والطب البيطري. يمكن كان من 4 ايام جالي تليفون قال لي في محل فلاني
انا معدي لقيت هو بيقول كده انه لقى حاجه وحشه يعني فراخ لا طالع لها ريحه. يمكن بعد 5 دقايق كان عنده رئيس الحي وعنده الصحه وخدوا اجراء فوري واتعمل محضر واتثبت الكلام ده واتخذ الاجراء القانوني. هي القضيه كلها في التبليغ يعني حضرتك إن هي هو دلوقتي حضرتك انا والمواطن حاجه واحده المفروض ان هو بيعاوننا او بيساعدنا على ان هو يعيش في مكان كويس بالظبط. يعني هو المواطن اللي بيساعدني. يمكن احنا العدد اللي موجود في الاجهزه مش يعني مش هيبقى يمر 24 ساعه لكن هو التحرك هو بالزبط. المواطن يبلغ وعلينا التحرك الايجابي بالظبط. ويمكن ده الهدف كمان من انشاء المدن الجديده في المقام الاول، ان طريقه الاداره مختلفه تماما عن اللي احنا تعودنا عليه من زمان جدا في محليات والكلام ده، بيبقى فيه فعلا يعني تواصل مستمر ما بين المسؤول وما بين المواطن علشان نوصل لهذا المستوى اللي احنا شايفينه. فارجو يا جماعه من الساده المواطنين اللي ساكنين سواء في مدينه الشيخ زايد او في مدينه العبور ان هم يعني ايه ان هم يتواصلوا مع الساده المسؤولين لو في اي مشكله او اي خروج على القانون او اي حاجه غير مالوفه يا ريت يبلغوا المسؤولين فورا علشان دي مسؤوليتهم في المقام الاول. تاني حاجه المكان اللي انت عايش فيه فدي لازم تكون ايجابيه منك علشان يعني احنا عاملين ده علشان نعيش بقى في عصر جديد وعهد جديد. لو سمحتي لي انا عايز اضيف بس حاجه بعد اذن حضرتك. امين بيتفضل. طبعا اداره التنميه موجوده في الجهاز لتلقي الشكاوى بالاضافه الى مكتب خدمه المواطنين اللي موجود تلقى الشكاوى. عندنا حاجه مهمه قوي، هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده لما انشات الاول وانشات المدن علشان تنميه المدينه جينا لاحظنا بقى المشاكل اللي هتبقى موجوده والخدمات المطلوبه من المواطنين. انشانا حاجه اسمها مجالس امناء المدن. مجلس الامناء ده بيبقى مشكل من وكلاء الوزارات الخدميه المعنيه. تمام. وبتعقد كل شهر مجلس الأمناء ده، وكيل الوزارة وكيل وزارة الصحة وكيل وزارة التموين وكيل وزارة الكهرباء أي وزارة خدمية بتبقى موجودة وبناخد قرار سريع. فكل الشكاوى دي بتعرض على مجالس الأمناء وبيتاخد فيها قرارات سريعة. بالإضافة أن من تشكيل مجلس الأمناء أعضاء ممثلين عن المجتمع المدني سكان جميع الأحياء وهما دول المجموعة المنوط بيها انها بتتواصل مع السكان وبتجمع شكواها مش للشهر، لا ده لليوم. المفروض تتواصل مع الجهة الإدارية على أي مشكلة يعني بتبلغ الشكاوى يوم بيوم؟ المفروض في يومها يوم الاجتماع. يعني ما أنا بقول لحضرتك يعني هو المفروض إن يبقى في تواصل يومي بين أعضاء المجتمع المدني عن السكان مجلس الأمناء والجهة الإدارية. تمام. طيب أستاذ أشرف اللي كان بيكلمنا من العبور لو سمحت حاول تكلمنا تاني علشان نعرف ناخد رقم تليفونك بعد اذنك. طيب معانا عاطف او بيجي لي المكتب الصبح او تروح المكتب يوم الاحد ان شاء الله. طيب باشمهندس امين بيقول لك يوم الاحد ان شاء الله تروح باشمهندس امين غني. طيب انا بشكرك جدا يا فندم يعني على الايجابيه دي. طيب معانا عاطف من الجيزه. لا ايوه الشيخ زايد. مش شيخ زايد. ايوه يا فندم اتفضل. صباح الفل. صباح النور يا فندم. باشمهندس جمال هو سامعك. انت راجل زي الفل والمدينه بقت زي الفل الله يخليك. بس إيه هو يعني الحي ال 11 ده يعني ده عشوائيات. يعني ما احنا لسه قايلين اهو هو لسه في طور التطوير يا استاذ عاطف. ايه شكوتك بالظبط قول لنا؟ على حسابك يا باشمهندس. عيني اتبهدلت. طب انا عايز اسمع حضرتك الاول وبعدين. طب قول لنا بس المشكله ايه عشان نعرف نحلها. شارع في الحي ال 11 يتمشي فيه لا على الرجلين ولا بالعربيه. تمام. يعني باشمهندس انا نفسي اظبطك ماشي في الحي ال 11 اي مجاوره. لسه امبارح. طيب هو انت يعني لوني ده من المشي في الشوارع. انا مش لوني ده طبيعي. لا انا هاجي لك تصلح عربيتي على حسابك. بص يا فندم انا حضرتك. طب ايه تاني غير الطرق؟ طيب يا استاذ عاطف غير الطرق. طيب يخلص الباشمهندس جمال واقول لك. طيب اتفضل يا باشمهندس. اتفضل يا سعاد. بشكر حضرتك طبعا. انا في البدايه وبتكلم قلت ان احنا شغالين في الاحياء وقلت ان انا وبكرر اعتذاري لاهالي الحي ال 11. احنا اتاخرنا عليهم شويه، كنا بنعد المستندات بتاع طرح مشروع تطوير الحي ال 11. ان شاء الله الحي ال 11 ده هيبقى من احلى واجمل احياء المدينه زي بقيه الاحياء اللي احنا بنعمله فيها. احنا بنعمل حاجه، احنا لما بنيجي نفتح في الحي بنحفر بنعمل شويه حفريات. ليه؟
لان احنا لازم نوصل الميه، مش الميه الحلوه بتاعت الشرب عشان نروي بيها المسطحات، خلاص بقى عشان احنا عايزين نحافظ على الميه، فبنوصل شبكات ميه اسمها غسيل مرشحات. الحي ال11 ده بالكامل هيروى بميه غسيل مرشحات، وتطوير كامل للطرق، تطوير للارصفه، تطوير لمواقف انتظار العربيات. ويمكن حضرتك هتلاحظ الكلام ده في المجاوره الثالثه، بدانا حاجه جميله جدا، لو كانت خلصت كنت جبتها النهارده عرضناها في البرنامج، حاجه يعني راقيه زي اللي بنشوفها يمكن في دول بره. الحي ال11 معلش بدايته كانت مع رمضان، وشهر رمضان طبعا العماله بتبقى الدنيا هاديه شويه، وبعدين دخلنا اجازه العيد. بوعدكم زي ما وعدت الاستاذه من شويه، ان شاء الله 4 شهور بالكتير والحي ال11 هيكون منتهي ان شاء الله. تمام يا استاذ عاطف، تشرفني وننزل مع بعض ونمر في كل المناطق بتاعت الحي. بس انا عارف اصل الحي ال11 احنا بنطوره، فاكيد هيبقى في مشاكل دلوقتي. تمام، استحملونا. لا يعني والصراحه يعني طبعا احنا بنشكر استاذ عاطف وبنشكر حضرتك على التجاوب السريع. 4 شهور ان شاء الله يعني ما تعتبرش مده، احنا شغالين دلوقتي طويله، بس في جاري العمل في الحي ال11. بالظبط، مش بنوعد. احنا هنتابع كمان يعني مع الجهاز، وهنتابع مع حضرتك يا استاذ عاطف. بشكرك على تليفونك. معانا ايمن من الشروق. صباح الخير يا فندم، عليك وعلى ضيوفك الكرام. صباح الفل يا فندم، اتفضل. لو سمحت يا فندم كان ليا استفسارين. الاستفسار الاول، حضراتكم الشروق، جهاز الشروق يا فندم، قبل كده قلت لنا قدموا اوراق لتوفيق الاوضاع بالنسبه لاراضي المخالفه. بالنسبه للايه يا فندم؟ توفيق الاوضاع بالنسبه لايه؟ الاراضي المخالفه يا فندم. للاراضي المخالفه، تمام. منطقه الرابيه بالتحديد يا فندم، كنت عايز اعرف ايه اللي تعمل فيها لغايه دلوقتي يا فندم؟ احنا قدمنا الورق ومفيش اي حاجه تبلغنا ليها لغايه دلوقتي. معلش، منطقه ايه يا فندم؟ الرابيه. مش سامعه. الرابيه. الرابيه جنب الرابيه. تمام. اي استفسار تاني؟ ليه استفسار تاني يا فندم؟ كنت عايز تخصيص قطعه ارض اللي هي في المناطق الصناعيه. توفيق قطعه ارض في المنطقه الصناعيه، تمام. ايه تاني يا فندم؟ شكرا. طيب هنرد على حضرتك، بس ناخد الاول ناهد من الشيخ زايد. صباح الخير. صباح الفل. صباح الخير على الضيوف الكرام. اهلا بحضرتك، اتفضلي. ليا طلب للشيخ زايد لو سمحتي. اتفضلي يا فندم. مقر الشهر العقاري، شقه ضيقه جدا جدا، وبنعاني معاناه فظيعه. كنت اول امبارح بعمل في الشيخ زايد توكيل، بقالنا اسبوع رايحه جايه رايحه جايه. انا عندي 66 سنه، اتبهدلت بهدله ربنا يعلم بيها. ارجو ان هم يعملوا مقر كبير، لان دي مدينه كبيره والناس بتتبهدل في الشهر العقار. عايزين مقر ادمي للعاملين عشان يعاملونا وهم مرتاحين نفسيا وجسمانيا، وهم قاعدين لا في تهويه والدنيا ضلمه، شيء صعب جدا. ولا الناس الكبار لاقيين حتى مكان يقفوا، واقفين في الشارع زي المتسولين. انا عشان اعمل التوكيل بعد اسبوع رحت الساعه 6 الصبح. طيب المكتب بيفتح، الاستاذه ما شاء الله بتيجي 8:30 تفتح بنفسها، والموظفين بيتاخروا. وبعدين معاناه غريبه، يعني ايه ده؟ ايه يعني؟ احنا بني ادمين عايزين مكان واسع، لان المدينه بتكبر والطلب كتير، بتبقى الخدمه فيها نوع من الادميه. ارجوك وربنا يبارك لك، احنا شايفين الشيخ زايد بتتطور تطور رهيب، ومبسوطين جدا جدا من اللي بيحصل، وبنشكرك على مجهودك الرائع ده. لكن رعونا كبني ادمين، ارجوك. حاضر يا مدام ناهد. الف شكر تابعينا، هنرد على حضرتك حالا. احنا عارفين الشهر العقاري تبع وزاره العدل، بس يعني هقول حضرتك يا ريت في حاجه كانت مع مين بيه الاول. طيب احنا نرد بس الاول على الاستاذ ايمن، كان بيتكلم على توفيق الاوضاع يا فندم بالنسبه للاراضي المخلفه في الربيع. هو نفس اللي حصل مع القرار اللي ضم اراضي لمدينه الشروق. انا قلت ده احنا، بس هو مختلف بقى. 249 مدينه العبور الجديده، لكن الشروق ضموا للكردون بعض المناطق لإلغاء العشوائية أو للسيطرة على العشوائية. إنها تدخل تبع مدينة الشروق. الناس تقدمت بأوراقها، وجاري في لجنة بتفحص الأوراق دلوقتي للتأكد من تسلسل الملكية من اللي مقدم الورق، يعني حتى التنمية الزراعية، وتحديد بقى أسلوب التقنين المناسب اللي عشان يوصلوا مرافق ليهم.
تمام. ده جاري دلوقتي. بالنسبه لهو هو كان بيسال على قطعه ارض في المنطقه الصناعيه. قطعه ارض صناعيه ولازم يعمل دراسه جدوى ويتقدم لهيئه التنميه الصناعيه، هي الهيئه المسؤوله والمنوط بيها توفير اراضي صناعيه للمستثمرين الجديدين. طيب هنرد على مدام ناهد بس معانا طلعت من العبور. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، اتفضل. اكلم الباشمهندس امين الله يبارك لك. باشمهندس امين سامعك. هو بالنسبه انا بشكر الاول على الخدمات اللي بيعملها في العبور. انا بشكره على الخدمات اللي بيعملها في العبور. طب استاذ طلعت استاذن حضرتك معلش وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون عشان نعرف نسمعك. انا بعيد عن التلفزيون خالص يا اخي. اقفل الصوت بس اتفضل. انا بعيد عن التلفزيون. طيب بعيد. اتفضل. انا بشكره تماما الاول على المجهود، وانا لما بروح له الحقيقه الراجل ما بيتاخرش عني بصراحه. هو عارفني اكيد الحاج طلعت. طيب اتفضل يا فندم. هو اكيد رحت له كذا مره وعارفني. ايوه يا فندم اتفضل المشكله. ايه فهو بس انا في ملحوظه على بالنسبه للصفه بتاع اللي بيعملها جديد والاسفلت اللي بيتعمل في العبور. تمام. البلاط اللي بيتحط على الرصيفه ده مش ثابت، العيال بيخلوه يعملوا جوان للكوره اللي هو بيبقى محطوط لحد ما يشتغلوا بيه يعني. لا 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 هو الرصيف سيادتك العيال بياخدوا البلاط ده تاني والطوب ده تاني مش متثبت على الرصيف خالص. بيفكوه يعني. وبعدين احنا دلوقتي انا ملاحظ ان هم بيعملوا الشوارع الرئيسيه بس، واحنا الشوارع بتاعتنا الجانبيه مثلا. فين يا حاج طلعت؟ مكانك فين؟ انت فين؟ انا في عماره 17 العبور. ما انت عارف حي عماره 17 فين؟ في انه مكان الشباب ولا الحي كام؟ الشباب 100 متر. الشباب المتر احنا شغالين فيه بقى لنا 4 شهور يا حاج طلعت المشروع ده. 100 متر ايوه انا مع سيادتك. احنا شغالين في امتداد ال 100 وقربنا نخلصه. اللي بيتحط على الرصيفه سيادتك مش ثابت، المواد بيتحط كده بورنده وخلاص ويسيبوه. طيب انا هرد ماشي. طيب هنرد. حاضر يا استاذ طلعت معانا ساميه. الو ايوه ايوه تفضلي. ايوه اتفضلي. ايوه حضرتك عايزين نسال على بالنسبه للاراضي اللي بالشروق. في الشروق المشكله ايه؟ بس ما فيش صرف صحي. توفيق الاوضاع يا فندم. صرف صحي يا فندم. ما فيش صرف صحي. طيب ده في الشروق صح؟ ايوه يا فندم ايوه. فين بالظبط الباشمهندس بيسال حضرتك؟ في مدينه الشروق يا فندم. ايوه جوه المدينه. ايوه جوه المدينه ولا يعني؟ الاراضي اللي انضمت المدينه. ولا من الاراضي اللي انضمت مؤخرا؟ ايوه يا فندم ايوه. جهاز الشروق. طب ده حضرتك دي مسؤوليه جهاز مدينه الشروق، ان شاء الله هيكونوا معانا قريب. بشكرك جدا. معانا حنان. الخير. الو. ايوه صباح الخير. صباح النور اتفضلي. من فضلك انا بتكلم على مدينه الشيخ زايد. شيخ زايد ايه السؤال يا فندم؟ السؤال انا بانيه فيلا في الحي الثامن المجاوره الرابعه. بس الحي الثامن المجاوره الرابعه. ايوه. الشوارع غير ممهده ومليانه دبش وحاجات كتير، العربيه ما بعرفش ادخل بالعربيه. بالنسبه للصرف الصحي الغطيان اتسرقت، فالصرف طبعا البلاعات عايزه تتطهر، فانا بانيه فيلا ونفسي انقل فيها انا واولادي، مش قادره لان الصرف الصحي يعني هيبقى مسدود. ازاي انا هعيش هناك؟ لا معلش قولي لي بس العنوان كده. الحي الثامن المجاوره الرابعه. الحي الثامن. ايوه المجاوره الرابعه. قطعه عشان الصرف الصحي. قطعه كام؟ قطعه 87. 87 قطعه 7. طيب حاضر يا فندم. قطعه 87. طيب احنا كده. طيب مالك من مدينه العبور. الو صباح الخير. صباح النور اتفضل. انا بدور حقيقة على ارض صناعيه في مدينه العبور. أنا بعمل مكن. المكن ده أول مرة يتعمل في مصر. المكن ده عبارة عن مكن حفر وتقطيع بالليزر. المكن ده احنا دايما بنستورده من بره. يعني أنا عملت المكن دوت هنا، والحقيقة رحت هيئة التنمية الصناعية وسألت ناس هناك قالوا لي الحقيقة احنا بيجي لنا ناس عاوزين أماكن يتعمل فيها مثلا فرن ولا حاجة، احنا محتاجين المشاريع دهيت اللي حضرتك بتتكلم عليها. قلت له طب انا جيت. قال لي خش في القرعه. فعشان اخش في القرعه دايره كده صعبه قوي، وبافاجئ يعني مع احترامي يعني ناس بتقدم رسومات وشكلها حلو قوي، بعد كده
يعني الدنيا بتبوظ بعد كده. يعني اللي بياخد الارض ما بيعملهاش المشروع اللي هو عايزه بيبيعها. انا بقول انا شخص جاد وانا بدور على ارض صناعيه في مدينه العبور، واتمنى حد يساعدني في الحته دي بكل اختصار. والمشروع دوت مشروع المكان ده احنا بنستورده بملايين وبيدفع فيه ملايين، وانا محتاج اعمل المشروع دوت هنا في مصر. بحقيقك يا فندم طبعا في البدايه، وهنرد عليك تابعنا يا استاذ مالك. طيب معانا مجدي. استاذ مجدي الو. الو اي فندم. مجدي شايف مع حضرتك، كنت عاوز اخش على قناه قناة ال انت على الهوا يا استاذ مجدي، اتفضل شكوتك ايه؟ ماشي يا فندم. بالنسبة لموضوعي بالنسبة للعبور، هل التقنين هيمشي على السكن الموجود، وفي نفس الوقت بالنسبة لتقسيم الشوارع هل هيكون 10 و 20 متر ولا هيبقى فيه اختلاف في تقسيم الشوارع؟ طيب سؤال تاني يا فندم. وبالنسبة عاوزين هل نعرف انها هل هتبقى منطقة صناعية سكنية ولا هتكون قصر على انها منطقة سكنية فحكلوية؟ انت تبع انهي جمعية يا استاذ مجدي؟ انا تبع جمعية الامل. الامل. وفي يعني برضو يعني عاوزين برضو يوضح للناس ازاي ان احنا مثلا ايه المناطق اللي هتبقى سكنية، ولان بقول لك في سحب اساسا له موضوع اللي هي المناطق اللي هي محتاجاها الدولة، طب ايه هيبقى البديل ليها؟ عشان دي عامله عمليه قلق في الشارع المصري، لان انت عارف ان في قادسيه وفي المناطق الامل والمناطق دي في ناس كتير جدا مصريين وحاطين راس مال وحاطين كل اللي ما يملكوا في الموضوع الارض دي كحل مستقبل ليهم. فهل النهارده الاحلام دي هتموت ولا هنبتدي نشتغل بتخطيط صح؟ احنا عاوزين تخطيط صح، وعاوزين مناطق سليمه على اساس ان احنا ده املنا وحلمنا ان احنا نعيش ولادنا في مستوى كويس. اي نعم في ناس بتشتري ب 20 جنيه وفي ناس بتشتري ب 100 جنيه وفي ناس بتشتري بالوف على امل ان هم يعيشوا حياتهم مستقره. في نفس الوقت مش عاوزين نضيع احلام الناس دي. هل مثلا اللي هيتاخد ارضه هل هيتعوض ولا لا؟ حاضر. معلش انا بنتقل عليكم عشان الناس كتير يعني اللغط جامد جدا والناس لا يا فندم مش حاجه ولا عارفه حاجه. حاضر. شكرا يا فندم. شكرا ليك. طيب معلش احنا بس ما ردناش على المدام ناهد اللي كانت بتتكلم على الشهر العقاري، معلش نرد عليها. المكان، وعلى فكره في شكوى كذا شكوى جات لنا من الموضوع ده، ان فعلا يعني الاجراءات طبعا بتاخد ايام والمكان ضيق للغايه والموظفين بيتعاملوا وحش طبعا زي ما حاجه ناهد كانت بتقول، لان هم قاعدين في مكان ضيق وضلمه وحر ومتضايقين جدا فبيضايقوا الناس. فهل في فندم توسع؟ احنا عارفين يعني ان حضرتك نشيط وان دي يعني تبع وزاره العدل، بس يا ريت حضرتك هتتواصل معاهم بشكل ما. يعني انا بضم شكوتي لشكوتهم من اول يوم رحت. طبعا احنا دايما لما بنروح نتولى رئاسه اي مدينه فبنروح الشهر العقاري اي رئيس جهاز عشان يعمل توكيلات للمحامين اللي موجودين معاه في الاداره القانونيه. اول يوم دخلت اللي بتعاني منه الاستاذه ناهد وبقيه المواطنين انا عانيت منه شخصيا. فسالت المسؤولين هناك ايه يا جماعه الموضوع ايه؟ قالوا والله يعني المكان ده زي ما انت شايفه وكده وفعلا في مشاكل. طب ما نشوف نعمل ايه. ونقسم على فكره في احد زملائنا على يعني بيقول دلوقتي ان هو قعد 3 ايام على ما خلص ورقه وقالوا له تعالى بكره او ممكن تيجي بعد بكره عشان انت رقم مش عارفه رقم 118. لا ده هي مفيش موظفين. لا الاستاذه على فكره اللي هناك اللي بتتولى اداره المكان نشيطه جدا وبتشتغل فترتين، يعني المقر بيشتغل من الصبح وبعدين تقريبا بيريحوا ساعه يمكن الساعه 2 ولا حاجه، عدد الناس كتير قوي وبيكملوا الساعه لغايه الساعه 5 وهم الناس الحقيقه شغالين كويس قوي. ولكن انا بتكلم عشان المكان. المكان لمسنا الموضوع المشكله بتاعه المكان، تقدموا الطلب على الفور. الكلام ده من اكتر من سنه وانا بقول اهو دلوقتي من اكتر من سنه تم موافقه مجلس اداره هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده لتخصيص دور بالكامل مساحته 640 متر. المكان اللي هم فيه دلوقتي 60 متر. 60 متر تم تخصيص مكان 640 متر، لان الاول احنا عرضنا اراضي، احنا بنطرح على او بنعرض على الجهات الحكوميه اراضي وبتبقى بنقل الاصول ودي متوفره. طيب قالوا الارض ان احنا نبني هتبقى صعبه، عايزين مكان، وفرنا المكان وتخصص من سنه وشويه. المطلوب من وزاره العدل
جوابين، جواب موافقه وزاره الماليه ووزاره التخطيط عشان نقل الاصول. الكلام ده بقاله اكتر من سنه. اخر استعجال الرب. انا اللي بستعجل. امبارح بعت جواب بتاريخ 3/8 بعته للشهر العقاري، لو سمحتوا هاتوا لنا الموافقه دي عشان واحنا هنساعدهم ومجلس الامناء هيساعدهم في تطوير اللي هم 640 او يعني تشطيب 640 متر. طيب استكمالا للشكوى بقى، عشان في شكاوي على فكره بيبلغوها لي كمان زملائي، هي السيده اللي حضرتك بتقول عليها هي فعلا نشيطه جدا، بس هي اللي اشتكت من قله الموظفين، وهي بتتواصل فعلا مع المسؤولين بتقول ما بيردوش عليها، وبتقول ان في 2 موظفين اتنقلوا ما جابوش حد مكانهم، ويعني ما ينفعش طبعا ده خالص، يعني بقالنا سنه مستنيين جوابين ازاي. وهي بتقول كمان يا ريت حد يوصل الصوت للسادة المسؤولين، احنا يعني اعتقد ان صوت حضرتك وصل، وده علشان يعني الناس تعمل على الاقل، حتى الموظفين يشتغلوا في جو ادمي، يعني 60 متر بيخدموا كل الناس دي وبيشتغلوا عدد الساعات دي، وكمان في 2 موظفين مشيوا ومفيش 2 مكانهم، فدي مشكلة كبيرة على المواطن اللي عايز خدمة وعلى الموظف كمان، حرام. طيب بالنسبة ل الاستاذ اللي كان عايز الارض الصناعيه، استاذ مالك كان بيقول، ما انا هرجع اقول نفس الكلام اللي قلته المره اللي فاتت، ان هو بيتقدم هيئه التنميه الصناعيه، وبعدين هي الاراضي الموجوده في مدينه العبور صناعي فرادى، يعني لا تتعدى 10 قطع وعليهم نزاعات، لكن هو ممكن يلجا لاي مدينه ثانيه، مدينه بدر طبعا فيها اراضي، فيها مساحات ومدينه واعده، والعاشر من رمضان، يعني المدن دي متوفر فيها اراضي صناعيه. طيب في كمان يا فندم المدام حنان كانت بتتكلم على الحي التامي مجاورة الرابعة للصرف الصحي. ايوه احنا قلنا خدنا برضو العنوان بتاعها، قطعة 87، وهنتواصل فورا دلوقتي اول ما ارجع الجهاز مع ادارة الصرف الصحي تبع الشركة القابضة، هيعملوا لازم فورا دلوقتي على طول الحي التامن بالكامل، تطوير داخل في مرحلة تطوير، واحنا شغالين في مجاورة، هو 4 مجاورات، خلصنا مجاورة وفاضل 3 مجاورات، ده فورا لان في شيل مخلفات وزراعه وري زي برضو الحي ال11 بالظبط، فبرضو خلال يمكن اسابيع ان شاء الله الحي الثامن هينتهي تماما، انما الصرف الصحي اول ما ارجع المكتب على طول. طيب كان الاستاذ مجدي بيسال على موضوع العبور التقنين هيمشي على كل المدن، وكان كان بيسال على في حضرتك بس هو اصله قال كلمه بيقول ان الدوله هتاخد الارض، الكلام ده طبعا بيسروه تجار الاراضي المخالفين الارض، ده مش حقيقي. لا لا خالص، الدوله بتحافظ على حق المواطن، يعني حريصه على انها تنشئ تجمعات او مجتمعات عمرانيه تمنع العشوائيه، توصل مرافق محترمه لكل الناس، كل الاوراق احنا بنستقبلها وهتدرس، طالما الاوراق مظبوطه وتسلسل المكيه مظبوط هيبقى الراجل ده هيخش تحت مظله التقنين. قصه بقى ان هو بيقول ان الاراضي هتبقى شوارع ولا مش شوارع، ده طبعا في الوضع الراهن تم رفعه جوي في شهر 5، بعد يعني من التاريخ ده هيبقى في اجراء، واجراء عنيف، اي ضد اي طوبه تتحط بدون تصريح او ترخيص خلاص كل المفروض العمليه الانشائيه تقف تماما. المخطط الاستراتيجي بتاع المدينه هو اللي في ضوءه هو اللي هيبقى شوارع ايه، واذا كان هو هيعوض عن الارض او هياخد ارض بديله، الكلام ده حتى الان ما فيش فيه اي كلام عشان الناس تسير اشاعات. طيب معانا اشرف من العبور. الو يا استاذ اشرف، صباح الخير، اتفضل. الو صباح الخير يا فندم. اتفضل. صباح الخير عليكم وعلى ضيوف سعادتك. صباح الفل. ليا بس شكوى صغيره كده في مدينه العبور، الحي الثامن. ثالث؟ الحي الثامن يا فندم. ثامن؟ اه. ثامن. مشروع جنه العبور. مشروع ايه؟ جنه العبور يا فندم. جنه العبور حضرتك دلوقتي احنا سكان جنه العبور دول يعني البنك سلمهم السوق والناس بقت تبيع وتشتري فيها، ومفيش مواصله داخلنا غير التكاتك اللي بيتحكموا فينا. مفيش مواصلات. واخده بال حضرتك؟ يعني الاتوبيس الموقع بتاع الاتوبيس بيننا وبينه 2 كيلو، يا يعني نمشيها يا التوك توك اتحكم فينا، وبدل ما احنا يعني الخمسة جنيه كل يوم الصبحيه عشان اطلع بره بس. واخده بال سعادتك؟ تمام. فده يرضي مين بس ان انا مثلا حد دخله 1200 جنيه حد ادنى ولا 2000 جنيه حتى، اما يصرف له في اليوم 150 جنيه بس لحد ما يطلع بره، 2 كيلو لحد البنزينه بس دين كده.
ويعني والاتوبيس جابوه لنا بالظبط 3 شهور واهلك اتوبيس اللي هو الميني باص جابوه لنا قعد 3 شهور بالظبط. والله والله ما حد ينفع بني ادم ينفع يركب فيه بس يقعد على كرسي. طيب فنرجو من سعادتكم بس التكرم يعني رأفة بالناس اللي موجودين دولهم في جنة العبور مواصلة بس احنا عايزين مواصلة بس. طيب هنرد على حضرتك حالا تابعنا معانا عادل. الو الو ايوه استاذ عادل اتفضل. والله انا دلوقتي عندي مشكلة في العبور في منطقة صبح حسين. منطقة ايه يا فندم؟ عماير صبح حسين. عماير صبح حسين اه تمنوا للترفيهي. ايوه الترفيهي؟ لا اللي هي تبع البند. ايوه الحي التامن وحي الترفيه 63. الحي الكام يا فندم؟ بيتبني قدامنا سنترال قدام الشارع قدام السنترال. الحي الكام طيب؟ الحي التاسع. مفيش تاسع خالص في صبح حسين. طب يجي لي طب لو سمحت طب انت ايه مشكلتك يا استاذ عادل؟ انا دلوقتي واخد الشقه من البنك ما فيهاش أنا دلوقتي واخد الشقة من البنك ما فيهاش ريحة التشطيب. كويس؟ ما فيهاش تشطيب اه. وبعدين دلوقتي بدأت أوضب الشقة اللي فوقية الشقة اللي فوقية. ألو؟ سامعينك حاضر. الشقة اللي فوقية المية مبهدلاني خالص، أروح أشتكي لمين؟ خليك معانا طيب لو سمحت ما تقفلش عشان بس هياخدوا رقم تليفونك تتواصل مع يعني مع رئيس الجهاز لانه هو هو يشرفني يعني يوم الحد يا فندم. يوم الحد على طول ياخد هو مفروض بيعمل مذكره في الاسم وبيجيبها ويجي لنا بناخد اجراء مع السكن اللي فوق منه ده نزاع بين وحدتين فوق بعض اه دي حاجه بسيطه يا استاذ عادل لكن احنا نتدخل مفيش مشكله. يوم الحد ان شاء الله هتقابل مهندس امين. طيب حنان السلام عليكم. عليكم السلام اتفضلي يا حنان. بقول لحضرتك انا ليا رجاء خاص معلش انا مش مشتركه في الحلقه مع العبور ومع احنا من وليا رجاء خاص معلش على حضرتك. ايه يا فندم انا ما سمعتكيش منين بتكلمينا منين؟ انا من بورسعيد. من بورسعيد من السلام الجديد حي الضواحي. اتفضلي عايزه قولي لي ايه مشكلة. وما عندناش اي رؤساء حي بيمروا خالص خالص. الناموس مهجننا والمجاري طافحه في كل الشوارع والحي مش نظيف تماما تماما تماما. في حي الضواحي في السلام الجديد. تمام طيب وما فيش اي حد بيراقب او بيشوف او اي حاجة والناموس عامل لنا مشاكل جامدة ولا بننام ليل ولا نهار وطبعا العيال الامراض كلها طبعا صايباهم والنظافة ما فيش خالص وكده. طيب. يعني حاضر يا حنان شكوتك وصلت وهنحاول نوصلها حاضر للسادة المسؤولين. معنا ايمان من العبور. ايمان الو اتفضلي يا ايمان. ايوه اتفضلي يا ايمان انت على الهواء. ايوه صباح الخير. صباح النور. انا كان عندي شكوى بالنسبه للبشمهندس محمد امين. اتفضلي. في منطقه العبور احنا بالنسبه لجمعيه احمد عرابي هي داخله التقنين فعلا وهل اللي شاري فيها فدان او اثنين او اربعه هل من حقه ان هو يسجله تابع لجهاز المدينه نفسه؟ لان ظهر ان اشاعات كتير ان هو المنطقه دي كلها اتحولت تبع جهاز مدينه العبور ملهاش علاقه دلوقتي بالجمعيه. فانا مثلا واخده جزء منها يعني واخده 4 فدادين والثمانيه باسم شخص تاني هل من حق ان انا امن نفسي بان انا اقنن او اسجل الكلام ده باسمي عشان اطمن الاربع فدادين دول يبقوا تمام ما فيهمش مشاكل بعد كده؟ حاضر تابعينا لو سمحت. اتفضل يا باشمهندس. جمعيه العبور بجمعيه عرابي بالكامل داخله مدينه العبور الجديده مساحتها بالكامل وفي تواصل كان لسه امبارح مع سكرتير الجمعيه ان هم يجيبوا لنا يقدموا ملفاتهم كامله لجهاز مدينه العبور. تمام وده اللي هيحصل مع كل الجمعيات. تمام طمني يا مدام ايمان. معانا ابراهيم من البحيره. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. انا لجأت لحضرتك بعد ما تسد في وشي جميع الابواب. انا مراتي عندها زئبة حمراء نشطة الزئبة اكلت الفقرات بتاع القطنية وعملت لها جهاز في العين وانحجزت في القصر العيني وانحجزت في اسكندرية وانحجزت في المستشفى المركزي عندنا. تمام. ورحت الدكتور في القاهرة كتب لي جرعة علاج الابرة ب 16000 جنيه الابرة ب 16000 كل 6 شهور عايزه 32000 جنيه. الرشدة الثابتة بتعمل 1300 جنيه بتكفي 12 يوم يعني كل 12 يوم عايزه 1300 جنيه حضرتك.
كل 6 شهور عايزة 35,000. برضه نخش في مرض تاني قصة كده حضرتك، بروح لدكتور بيكتب لي إبر بتعمل الجرعة 500 جنيه كل 12 ساعة، يعني كل 12 ساعة عايزة 500 جنيه. أنا اتصلت بجميع المسؤولين في البلد ومشكلتي ما بتنحلش. مراتي بتموت كل يوم قدامي ومش عارف أعمل إيه. لجأت لجميع المسؤولين بص ما خلتش. أستاذ إبراهيم. ومشكلتي ما انحلتش، كل يوم كل 10 أيام عايزة 1300 جنيه. لا هتتحل. كل 6 شهور عايزة 35,000. أستاذن حضرتك في حاجة؟ أستاذن حضرتك في حاجة؟ ممكن لو سمحت بس ما تقفلش، احنا هنحاول دلوقتي نوصل حضرتك بحد من المسؤولين على العلاج على نفقة الدولة وهنتابع الموضوع ده، بس أرجوك ما تقفلش بس عشان زملائي يعرفوا ياخدوا رقم تليفونك. تمام؟ وإن شاء الله هنتابع معاك وبإذن الله هنحل المشكلة دي سريعا جدا، ربنا يشفيها بإذن الله ويقومها بألف ألف سلامة. طيب معانا عمر. أيوه. اتفضل يا فندم. والله لو سمحت انا كنت عايز اسال بس، هل مدينه القادسيه تابعه لمدينه العبور؟ القادسيه تابعه العبور؟ ايوه. داخله القرار الجمهوري 249 مدينه العبور الجديده. داخله في العبور الجديده. طب انا سيادتك ليا حته ارض سكني في القادسيه دي، هل هيعيدوا تخطيطها ولا اروح مجلس المدينه بتاع العبور؟ هياخد ورقه يا فندم ويجي يتقدم بيه لجهاز مدينه العبور. اللي هي الجهاز اللي هي 66 مكتوب مكتب 66 صح كده؟ ما خلاص القرار 66 ده اتلغى، هو اداره للاداره اللجنه المسؤوله عن استلام الاوراق. حضرتك تشرفت. استلام الاوراق دي في الجهاز في مدينه العبور. في جهاز العبور ايوه. طيب الله يخليك متشكرين. شكرا استاذ عمر. محمود من العبور. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك انا ساكن في الحي الخامس 1674 1674 فيلا 3. الراجل اللي مع حضرتك ده رئيس الجهاز ده من احسن رؤساء الاجهزه اللي موجوده في المدن الجديده. يعني بيستجيب لكل حاجه. احنا مشكلتنا الوحيده الاناره. الاناره ما فيش عمود منور في الشارع. الاناره المنطقه زي الفل والنظافه زي الفل، لكن ما فيش اناره خالص، بنخش اكننا داخلين مقابر. طيب هنرد عليك. حاضر. يعني هو مبالغ شويه في الشكوى. هو الحي الخامس يمكن في تقريبا 66 ولاعه رفع كفاءتهم بالكامل خلال السنه اللي فاتت. هو يمكن يقصد الشارع اللي هو ساكن فيه. شوف حضرتك انا كنت في يعني يوم الخميس اللي فات انا كنت بمر في الحي الخامس وحتى وانا موجود كان في ولاعه فاصله وقفت لما نورت، كان الكلام ده حوالي الساعه 8 بالليل. كان حصل عند المقاول شويه قصور في توريد المهمات بتاعت الصيانه وده عالجناها، وان شاء الله خلال 10 ايام مش هيبقى في عمود طافي في الحي الخامس. 10 ايام يا استاذ محمود. لكن هو يعني الحاله مش اقل من 85% الإنارة. طيب معانا جمال. أمال. أيوة اتفضلي. معانا جمال. لا وطي التلفزيون يا مدام لو سمحتي. ألو. أيوة اتفضلي. صباح الخير. صباح الفل. من فضلك أنا عايز أسأل على شقق دار مصر اللي في الحي التاسع في العبور. انا حاجزة في اول دفعة. وكان المفروض تتسلم في شهر 6 وبعدين ما فيش تشطيب خلص ولا حاجة اتعملت. هنستلم امتى؟ طيب هي عايزة بس وان شاء الله احنا في المراحل النهائية للتشطيبات، وكان المفروض فعلا بداية التسليم تبدأ من 1/7. لإخراج المشروع بالطريقة اللي الدولة عاوزاها. لأن أول مرة بنعمل نوع الإسكان ده. فكان في بعض الملاحظات بنتلافاها دلوقتي، وإن شاء الله في على 30/9 هنبدأ تسليم 36 عمارة الأولانية إن شاء الله. 30/9 مدام أمال. باكينام الشيخ زايد. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل. ممكن أتكلم الباشمهندس جمال طلعت؟ هو سامعك يا فندم. اتفضلي. السلام عليكم. احنا دلوقتي حضرتك احنا في الحي الاول اللي هو اللي بيسموه ميدان المستشفى ده. حضرتك يعني الوضع فيه سيء جدا.
الجناين يعني هي صراحة يعني باشمهندس جمال عمل مجهودات كتيرة فيه، لكن حضرتك الجناين مسوقة المنظر خالص، ولا في حد بيرش مية، وزراعة مهملة، والميدان يعني والارصفة مكسرة، يعني حضرتك منظر الميدان يفتقد لكل جمال، حتى يعني اتعمل صنية في النص الصراحة منعت الحوادث كتير جدا، بس منظر طيب. زي ما حضرتك تفضلتي ان كان فعلا هو الحال كان في هناك في الميدان ده كان بيقف فيه العربيات اللي هي الأجرة، ظبطنا المنطقة دي لحد كبير، زي ما الأستاذة قالت ان اتعمل ميدان نظم حركة المرور في المنطقة، ولكن هي بتكلم عن مشكلة الزراعة. لا انا هراجع الموضوع ده ان شاء الله، لو في اي مشكلة في قصور في المية ولا حاجة هنراجعها. الحي الاول كان من اول حي كان اتعمل فيه تطوير من اكتر من حوالي يمكن 6-7 سنين، داخل عندنا ان شاء الله خلال شهر او شهر ونص مقاول صيانة لكل طرق المدينة. تمام. يعني اذا في حاجة اتكسرت بردورة رصيف اسفلت عشان يبقى حل سريع. لان بالظبط كده. طيب باشمهندس امين، يعني عايزين نعرف بقى الخطة المستقبلية، حضرتك شايف مدينة العبور واضح ان فيها يعني اماكن كتير وكل مكان مختلف، يعني السكني غير الصناعي غير السوق غير يعني فعلى الثلاث محاور دول حضرتك شايف مثلا الموضوع بعد سنة او اتنين ازاي؟ يمكن احنا الاول احنا بدأنا، يمكن جمال بيتكلم على خطة التطوير، يمكن كان تعليمات مع وزير الاسكان من اول ما جه الوزارة ان احنا نهتم بحاجتين، الاحياء الفقيرة القديمة والمحاور الرأسية. يمكن دي كانت في بداية 2004 اللي في الأولوية يعني. بالضبط، يمكن احنا بدأنا الكلام ده في 2 تحديدا في شهر 3/2014 بدأنا نطرح تطوير الأحياء القديمة. عظيم. نرفع كفاءة البردورات والأرصفة ونعمل أسفلت طبقة سطحية اللي هو التشطيب النهائي للطرق اللي خلصت، الأحياء اللي خلصت مرافق ليها بما فيها الغاز. تمام. الكلام ده يمكن احنا قطعنا شوط كبير في الحي الأول، خلص بنسبة 75%، الحي الثاني خلص بنسبة 75%، الشباب خلص بنسبة فوق 65%، ودي الثلاث أحياء اللي هم كانوا الأكثر بداية المدينة. يمكن احنا الحي الثالث والحي الرابع استكملنا أعمال تنسيق الموقع ليهم خلال الفترة اللي فاتت دي وزرعناهم. يمكن احنا ضفنا خلال الفترة اللي فاتت خلال سنتين برضو احنا ضفنا 1.8 مليون متر مسطح زراعة في مدينة العبور. عظيم. احنا كان عندنا 2 مليون وصلنا ل 3.8، بنجهز دلوقتي ل 2 مليون تاني. الحمد لله احنا عندنا المية متوفرة، بناخد المية العكرة من غسيل المرشحات وبنستخدمها في الري. بالنسبة لده، بالنسبة للطرق، بالنسبة للمحاور الرئيسية احنا طورنا المحور الرئيسي من بطول 5.2 كيلو من ميدان الحي الخامس حتى طريق بلبيس. تمام. وانتهى تماما. بقية المحور من النفق حتى ميدان الحي الخامس الشركة بدأت فيه من 10 أيام إن شاء الله، هو الطريق المحور بميادينه على شهر 12 تكون انتهت تماما عشان نقضي على الزحمة في دخول أو مدخل مدينة العبور. يمكن دي كانت ملحوظة لمعظم الناس وكانت شكوى عامة للي بيمر على العبور أو الساكن فيها. إن شاء الله بإذن الله شهر 12 هتنتهي مشكلة الزحمة تماما، والمحور ده هيتطور بميادينه، ودخلة السوق اللي هي بتزعج الناس هتتلغي خالص من على الطريق الرئيسي ده، هيبقى فيه طرق بديلة، طرق تانية لدخلة السوق بإذن الله. ده من ضمن التصميم، ده من ضمن التصميم اللي معمول، وإن شاء الله من أكبر يعني شركة من أكبر شركات الوحدة الشغل. طيب. عشان نخرج المحور الثاني اللي هو محور خط 10 اللي بين العبور وبين عرابي، تم إسناده فعلا والشركة بدأت من أسبوع، وهو من بوابة 6 حتى طريق بلبيز بما فيها حاره البطيء قدام الصناعيه، وده ان شاء الله باذن الله ده يخلص في شهر 12 تزامنا مع الطريق الرئيسي. طيب احنا معانا كمان مجموعه من الصور اللي حضرتك بتتكلم عنها، بس المشاريع عشان الناس تشوف كده معانا، نشوف الصور يا جماعه بعد اذنكم. اتفضلوا. دي ايه يا فندم؟ ده الطريق الرئيسي. ده الطريق الرئيسي. شوف الصوره اللي بعدها. وده احد ميادين الطريق الرئيسي. تمام. نشوف الصوره اللي بعدها. يعني طبعا التطور ملحوظ جدا، و
يعني باين جدا قدام حضراتكم. على فكرة الصور دي يوم الخميس ما شاء الله. دي لسه يوم الخميس اللي فات، ودي طبعا المساحات الزراعية زي ما احنا شايفين، نحافظ عليها بقى السادة المواطنين لو سمحتوا دلوقتي، بس عايزين نناشد السادة المواطنين احنا نحافظ على المظهر الجمالي ده، لان احنا بعد كده اللي بنرجع نشتكي ونقول ما فيش ونقول كذا. فارجو يعني ما شاء الله حضرتك، يمكن انا بس وانا بتكلم على تطوير على زراعه الحي الثالث والرابع، احنا رافعين مخلفات ناتج رتش وصخور من الحي الثالث والرابع 500,000 متر مكعب عشان نعمل المسطحات، عشان نعمل تنسيق مكوى ونعمل مسطحات خلال السنه اللي فاتت. 500,000 من اثنين حي بس، 500,000 متر مكعب حضرتك تخيلي. عشان كده بقول لك، ما انا بقول لحضرتك لو سمحتوا يبقى في انجاز، يبقى في حاجه زي اللي احنا شايفينها دي نحافظ عليها لو سمحتوا. وارجوكم مره ثانيه وثالثه وعشرة، اذا الناس اللي عايزه تحافظ على المكان كده لو شافت اي حد مخالف ارجوكم بلغوا فورا. يعني لازم تاخدوا خطوه يعني سريعه جدا جدا علشان نقدر ان احنا الحي الثاني منخفض التكاليف. ده الحي الثاني منخفض التكاليف، ده عمارات منخفض التكاليف. شوف حضرتك دي العمارات منخفض التكاليف. طورنا عملنا لهم باركنج بالانترلوك، وسعنا مساحات الانتظار، طورنا المسطحات الخضراء، زرعنا في الحي الاول والحي الثاني ومنطقه الشباب، وده جاري لسه باستكمال. بس احنا خطه نهايه خطه 2017 اللي هي ان شاء الله باذن الله 30/6/2017 هنكون انتهينا تماما من تطوير الثلاث احياء دول. باشمهندس جمال، بالنسبه للشيخ زايد بقى التطورات ان شاء الله اللي احنا هنشهدها، هديه مدينه الشيخ زايد لاهالي الشيخ زايد بل ومحافظه الجيزه بالكامل، هي حديقه الشيخ زايد المركزيه. تم وضع حجر الاساس من حوالي يمكن شهر ونص. تفضل الاستاذ دكتور مصطفى جمال مدبولي وزير الاسكان وضع حجر الاساس واصدر تعليمات ان كل المدن ان شاء الله يكون فيها نفس الحديقه دي. طب معانا الصور بس باشمهندس نعلق عليها. ده مدخل واحد وكل الناس كانت عارفه، ده مدخل زايد واحد اللي هو عند شايفين. احد المولات الشهيره دون ذكر اسماء كان عامل ازاي. ده مدخل اتنين اللي فيه تمثال المرحوم الشيخ زايد. ده احد الميادين اللي ساهم فيها المستثمرين، ده بالليل بالمنظر ده. ده المحور المركزي اللي اتكلمنا عليه بطوله 14 كيلو بقى 4 حارات. وده احد الميادين برضو، ايوه اللي موجود في المدينه برضو، ده احد الميادين. ميادين كتيره قوي. ده برضو المحور المركزي في احد القطاعات. ده برضو المدخل برضو الاولاني، تطوير برضو المدخل تاني على محور 26 يوليو، حاجة جميلة قوي. زهور نادرة اللي موجودة فيه. برضو أحد الميادين بنافورة شغالة وتبقى فيها إضاءات بالليل، حاجة جميلة يعني. برضو المحاور المركزية داخل المدينة. اللي عايز أقوله برضو الحديقة المركزية اللي اتكلمنا عليها مساحتها 65 فدان. ده برضو احد الميادين في نافورة. والله احنا يعني طبعا الصور دي لسه قريبا كده سواء في العبور او في الشيخ زايد، بنحييه يعني رؤساء الجهازين والمدينتين وكل القائمين بصراحة، وفعلا الناس كلها بتحيي حضراتكم. والمحليات بقى نتمنى ان هي تحظو يعني هذا الحظو، لان في شكاوي كتير جدا من المحليات فيصحصحوا كده معانا علشان الناس بتشتكي. برضو احد الميادين برضو يعني حاجه بصراحه. انا بشكر المستثمرين، نفسي اشوف مصر كلها كده الساده المسؤولين عن المحليات لو سمحتوا ارجوكم. ده تمثال يعني الشيخ زايد، ده مدخل زايد اتنين. مدخل اتنين تمام. فيعني نتمنى ان الناس اللي موجوده برضو في المحليات مره ثانيه وثالثه، لان الناس بتشتكي شكوى شديده جدا. وبالنسبه للطرق والاماكن اللي احنا شفناها سواء هنا دلوقتي في زايد او في العبور، لو سمحتوا الساده المواطنين ثاني وثالث وعاشر حافظوا عليها وحافظوا على المكان اللي انتوا عايشين فيه. ويا ريت لو شفنا اي مخالفه برضو نبلغ. هم يبلغوا ازاي يا باشمهندس جمال؟ احنا عندنا المقر التكنولوجي لخدمة المواطنين، ده شغال من الصبح لغاية مواعيد العمل الرسمية. في مقرات رئاسة الأحياء، في عندنا 4 مقرات عشان نقربه للمواطن يروح يشتكي هناك. مكتب رئيس الجهاز مفتوح بس مش الصبح، هيبقى بعد الساعة 1:30 أنا ببقى موجود في المكتب. يعني قبل كده ببقى في مرور بعد الساعة 1:30 لغاية زي ما هو عايز. طب اللي عايز يشتكي في العبور يا فندم؟ حضرتك في غرفة عمليات شغالة 24 ساعة في مدينة العبور. في المكتب عندي، في إدارة المكتب عندي، في مدير المكتب، وفي 3 موجودين. أنا موجود لحد 8 بالليل يوميا.
في تواصل مع أعضاء المجتمع المدني، في موقع واتساب لرؤساء الأحياء مع النواب ده، ومجموعة من السكان في بعض الأحياء اللي هم دول بيتواصلوا لحظيا، يعني بيشوف حاجة بينزلها على الموقع في استجابة وتجاوب. طيب فوري. الكلام ده كله احنا هنتواصل مع السادة المسؤولين ونخليه على الصفحة بتاعتنا بتاعت صباح دريم، عشان مبقاش لينا حجة شفنا اي حاجة، نحاول نحافظ على اللي احنا عملناه، خصوصا الناس اللي كمان يعني عملت حاجات بمجهوداتها الشخصية، يعني دول طبعا تحية وتقدير ليهم ان هم فعلا عملوا يعني بيساهموا في المكان اللي هم عايشين فيه والناس عايشة فيه بمجهودات شخصية، الف تحية ليهم. لسه في ناس فعلا قلبها على المكان وقلبها على البلد. احنا معنا سعاد. السلام عليكم. عليكم السلام. انا اسفه يا سعاد اتاخرنا عليكي على التليفون. معلش من فضلك انا عندي شقه في حدائق النزهه. لا سعاد انا مش سامعاكي، وطي التلفزيون. انا عندي شقه. وطي اقفلي صوت التلفزيون. طب الاول مقفول. بقولك كان عندي شقه في حدائق النزهه، هي متحف العبور، والشقه دي بقالي 8 سنين واخداها، ولغايه دلوقتي مفيش فيها مرافق لا كهرباء. فين؟ في النزهه الجديده. حدائق النزهه. حدائق النزهه. حدائق النزهه. أول طريق بيت بيس. ما فيهاش مرافق، ما فيهاش كهرباء، بقالنا 8 سنين والكهرباء لسه ما دخلتش. بس هي مش، طب عامة هي الشكوى وصلت بس هي مش تبع جهاز العبور. هي تبع حي السلام تقريبا أو خلاص؟ محافظة القاهرة يعني. هي تبع محافظة القاهرة. بس الشكوى وصلت يا سعيد. مفيهاش مرافق فعلا. طيب إبراهيم. أيوه السلام عليكم. عليكم السلام. قول لحضرتك لو سمحت من فضلك، انا ابني موجود في الخارج. ابني موجود في الخارج. يحجز شقه في الرحاب ومدينه اللي نازله دي، فهو كان محول الفلوس من فتره طويله عشان يحجز حته ارض، وقام بعت الجواب لتحويل المبلغ من الارض للشقه. فوجئنا من حوالي يومين ثلاثه بنتصل عليهم يقول لك لا اسحب الفلوس بره تاني وابعت قيمة الشقة. هل من المنطق ان انا حضرتك احول 165 الف دولار وارجع تاني اسحبهم بره وبعدين ارجع تاني ابعت الشقة حضرتك؟ ده منطقي يعني؟ انا مش عارف. طب وبعدين هو مين اللي قال له يعمل كده؟ معلش يا استاذ ابراهيم. نعم يا فندم. مين اللي قال له رجع اسحب الفلوس ورجعها تاني؟ مين اللي قال له؟ الاسكان نفسهم اللي هم في وزارة الاسكان. مين؟ اللي هو بيبعت لهم الايميلات. مين هم يعني اللي بيبعت لهم الايميلات؟ في وزاره الاسكان نفسها يا فندم. الوزاره اللي قالت له كده؟ معقوله؟ ايوه اللي هو المسؤول اللي في الوزاره بعت قال له كده ابعت الفلوس اسحب الفلوس. طب ايوه اسحب الفلوس. يعني هو مقدم في، لا معلش قول لي اسم محدد. يعني هو مقدم في الرحاب، مدينه الرحاب، اللي هو مسؤول عن شقق الوقت. معلش حاول تتواصل معنا تاني. معنا اسماعيل من العبور. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل يا استاذ اسماعيل. نعم. احنا من الحي السابع، اللي رئيس الحي راجل محترم وعامل شغل كويس وعالي جدا هناك. بس سينا في الحي السابع عندنا الرصيف برضو لا بيوصلوا ميه ولا والارض الاسفلت متكسر كتير. يا ريت بس يبص لنا بص على الحي السابع. طيب تابعنا يا فندم، اتفضل يا باشمهندس. فعلا هو شكوته مظبوطه. الحي السابع انا بقالي سنه ونص عاوز اخش اطور الحي السابع بالكامل، ارصفه وبردورات واسفلت. تمام. لكن هو البطء في عمليه توصيل الغاز اللي هو يعني بيتحمل جزء منها السكان، ان هم ما دفعوش المؤيسات وما وصلوش غاز. انا مش هقدر اشطب حي واجي اقطع فيه غاز بعد ما اعمل طبقه سطحيه لا يمكن تاني. لا يمكن باي حال اخش عليها قبل 7 سنين على الاقل. فمش هيوصل غاز لو انا دخلت. لكن احنا لما وصل توصيل الغاز حتى 30% احنا طرحنا الحي السابع، وان شاء الله باذن الله الفتح الفني يمكن خلال اسبوع، يعني في نص 9 بالكتير هيكون في مقاول شغال في طرق وبردورات وارصفه الحي السابع. عظيم. طيب معنا ايناس من العبور. اقبال على مدينه العبور النهارده فظيع. اتفضلي يا ايناس. صباح الخير. صباح النور. انا كنت عايزه اسال على جمعيه الامل. جمعيه الامل اتفضلي. ايوه. ان كانت دخلت كامله تبع مدينه العبور ولا لسه؟ الايه يا فندم؟
تاني معلش. جمعية الأمل. أيوة. إذا كانت دخلت كاملة لمدينة العبور ولا لسه؟ لأن هي كانت لغاية السنة اللي فاتت. دخلت. دخلت كاملة؟ دخلت المساحة كاملة للقرار 249 لسنة 2016 مدينة العبور الجديدة. الأمل. عايز استفسار تاني مدام؟ لا متشكرة جدا. شريف من شيخ زايد. الو. اتفضل يا استاذ شريف. الو صباح الخير يا فندم. صباح النور. انا معاكي المستشار شريف عبد الرحمن يا فندم بشيخ زايد. اهلا بيك يا فندم، اتفضل. كنت عاوز اكلم جمال بيه لو سمحت. اتفضل، هو سامع حضرتك، اتفضل. صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير يا فندم. دلوقتي يا باشمهندس انا من سكان الحي الاول، وانا في الحي الاول من سنه 99. تمام. الحي الاول حاليا في حاله يرثى لها. سياده المستشار لو سمحت وطي التلفزيون ونسمع الشكوى. اتفضل. حضرتك بالنسبه للحي الاول الزراعه مفيش اي ري ولا اي نظافه في الزراعه خالص. مفيش ري ومفي تمام. تمام، هي نفس الشكوى بتاعت الاستاذه اللي كانت من شويه الحي الاول. وقلنا ان الحي هو في قص بيتم، ولكن يمكن بيتاخر شيل القص بتاع الزراعه ده. احنا هننبه لسرعه القص، وانا بنفسي من يعني من النهارده ان شاء الله بوعدكم زي ما قلت ان في مقاول نازل لعمل مرمات لطرق المدينه وارصفتها بالكامل، وهنبدا بالحي الاول. تمام، فان شاء الله. طيب. الحي الاول يعني ما نقلقش. في شكوى من احد سكان مدينه الشيخ زايد على في قهاوي بلدي بتفتح تحت العمارات وبياخدوا الكراسي دي يحطوها في الاماكن المخصصه للزراعه. لا ده احنا يمكن يعني يا ريت نتابع، احنا عندنا حملات يوميه. طيب فين القهاوي البلدي يا جماعه لو سمحتوا؟ في كل حته في الشيخ زايد. فين؟ قول لنا مكان محدد، حد بس بيبلغني. تمام. طيب هو بيقول في اماكن كتير. لا احنا بنعمل حملات يوميه ازاله الاشغالات. احنا عايزين نقول كمان ان الشيخ زايد النهارده ما فيهاش بائع جائل، ويمكن الاستاذ اللي بيقول الشكوى كان عندنا بائعين جائلين من فتره، تم تنفيذ سويقه للباعة الجائلين ونقلنا جميع الباعة الجائلين في السويقه دي. كل يوم احنا بنحارب، ودي في كل مصر يعني، بنحارب موضوع القهاوي او محاوله ان يبقى فيه اشغالات للقهاوي، ودي هتبقى مستمره، والمحاربه او المقاومه هتبقى مستمره باستمرار على طول، واحنا يعني بنحاول ان احنا طيب نحد نبلغ منها. بقى علشان ما كل واحد بيجيب ترابيزه وكام كرسي ويعمل قهوه وتحت بس اي عمارة. بس هي بقت يعني محدوده جدا جدا جدا، وبرضه نبلغ المكان بالظبط عشان ايه نبلغ الحمله وتعمل اللازم. طيب هو بيقول في الاماكن اللي حوالين مستشفى زايد، يبقى الحي الاول. يبقى الحي الاول. الحي الاول. تمام. طيب لان دي برضو بتبقى بتسبب مضايقات للناس يعني طول الوقت، وكمان مش يعني مش مقننه. طبعا هي مش مقننه. بيقول 10 قهوي في حته صغيره متضايق جدا. هو محل هو محل ممكن يكون كافيتيريا، وهو مخرج بيطلع الكراسي بره. تمام. فاحنا ده بنقاومه يعني. طب احنا بلغنا اهو. تمام. معانا سيد من العبور. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. انا سيد ساكن في مدينه العبور. ايوه. عندي شكاوي بقى بالنسبه لمدينه العبور، مش شكوى واحده يعني. انا بحكم ان انا شغلي وكده دخلت مدينه الشروق، دخلت مدينه الشيخ زايد، دخلت كذا مدينه. مدينه العبور يمكن مدخلها من اسوأ مداخل المدن الجديده. الاهتمام بيها ضعيف جدا. لسه كنا بنتكلم على المدخل دلوقتي. تمام. المدخل الاحياء المتميزه كلها ضعيفه، ما فيش اهتمام بالاحياء من جوه الحي نفسه. الحي الاول اللي هو المدينه او الشباب بالليل بيتقلب عشوائيات تماما، ده عجائلين وناس بتفترش الرصيفه وبيقفلوا الطرق وتكاتك بكميات غير عاديه. كل الكلام دوت فين حلوله من رئيس الجهاز؟ هو الجهاز شغال لحد الساعه 2 الظهر، وبعد كده بيسيب المدينه للعشوائيات وللناس ديت، هي اللي تنزل تاخد الطرق وتقفلها وتفرش في الشوارع زيهم زي اي منطقه عشوائيه تحت في قلب القاهره. الناس هنا جايه المدن جديده، جايه عايزه تروح لمكان نظيف، لمكان راقي، لمكان كويس، لمكان رايق،
مش عايزه تنزل تلاقي الكلام دوت. الزباله مع اسف في اللفظ يعني الزباله ما بتتشالش بالاسابيع، بتتكون في الشوارع خالص. طب يا فندم تمام كمل كلامك يا استاذ اتفضل. يعني انا ساكن في الحي التاسع واخويا ساكن في السادس واخويا ساكن في الحي السابع. المفروض ان السادس والسابع من ارقى الاحياء والتاسع دوت في العبور احياء فيلات وحي عمارات جديد، مفيش الكلام ده خالص، مفيش اي اهتمام. طيب تابعنا يا فندم. السيد رئيس الجهاز موجود مع حضرتك ويقدر يشرح لك الكلام دوت، هيرد على حضرتك اكيد عارف الكلام ده كويس، هيرد على حضرتك حالا. معانا فتحيه من زايد. ايوه السلام عليكم. اتفضلي. عليكم السلام. والله انا بس برضو من رئيس مدينه الشيخ زايد الاهتمام بالحي ال 11. الحي ال 11؟ اه كان في استفسار على الحي ال 11 واحنا جاوبنا عليه، هو في فعلا اهتمام، هو دخل بس هنرد تاني. حاضر. اي استفسار؟ جناين مش نظيفه وكده. تمام شكرا يا فندم. في كمان يا فندم موضوع المعهد الازهري اللي في زايد، في ناس بتشتكي ان الولاد بيطلعوا، انا عارفه ان ده مش اختصاص حضرتك بس يا ريت برضه تتواصل مع الازهر، الولاد بيطلعوا بيبقى في شتايم وخناقات والناس بتتضايق جدا من الالفاظ اللي بتتقال في الشارع، والولاد بيتخانقوا مع بعض بيضربوا بعض قدام المعهد بره. لا نبدا نشوف الكلام ده. لا نبدا نشوف جدا من الموضوع ده هو جنب اسم الشرطه على طول جنب جنب اسم احنا زايد. هنتابع مع السيد المامور وبرضه مع الاداره التعليميه اللي تبعها لو سمحتوا المعهد الازهري، لان في كذا حد اشتكى من المكان ده. طيب بالنسبه الحي 11 معلش نرد على مدان، واضح ان هي مش متابعه من الاول بس. لا الاستاذه فتحيه الحي 11 يا فندم احنا لو حضرتك تابعتينا احنا شغالين دلوقتي في المجاوره الثالثه، وعشان احنا بدانا المقاول بدا تطوير كامل للحي، ارصفه واسفلت ومسطحات خضراء زراعات وتغيير الشبكات لشبكات ري بالمياه غسيل المرشحات والاناره، وكل تطوير كل يعني محاور التطوير هتشمل الحي ال 11 زي ما قلنا ان احنا بدانا بس مع شهر رمضان، والعماله بتبقى ايه يعني هاديه شويه في رمضان، انما بنوعد حضراتكم خلال اربع شهور هنكون منتهين تماما من الحي ال 11. طيب كان استاذ سيد بيتكلم على المدخل اللي احنا كنا لسه طبعا هو اول مدخل طبعا انا اتكلمت فيه وهو عنده حق، لكن هو كل الكلام اللي قاله طبعا مغالطات لا اساس لها من الصحه. مفيش صندوق، مفيش شيء كيس زباله بيبات بيبات تاني يوم استحاله. تمام. الحي الاول اللي هو بيقول يعني هو في السادس، ودي شكوى حد في السادس انا يعني عارف، وممكن هو بيقولوا عايزين نبقى زي الاول كمستوى اللي هو اتعمل خلال السنتين. تمام. انا هعمل السادس زي الاول لما اخلص الغاز، هم مش عايزين يدفعوا غاز، اللي دفعوا الغاز في السادس 4 في الألف. 4 في الألف؟ 4 في الألف. والباقي مش عايز يدفع؟ مش طب ما احنا يعني مش يعني في تكاسل على الدفع. كل واحد مستني اللي جنبه لما بالزبط. يدفع الأول. فطبعا انا ما اقدرش زي ما قلت لحضرتك انا الغاز هيعمل عادش الاصل بالنسبه لخطوطه، لكن انا عشان اخش اعمل السادس زي الاول وزي الشباب وزي الحي الثاني لازم اخلص الغاز بالكامل. في مؤسسه زراعه بتجهز لاستكمال زراعه للسابع والسادس والخامس والتاسع. الحي التاسع اللي هو بيقول ان في مشكله، الحي التاسع اتزرع فيه 400 ألف متر مسطح زراعة السنة اللي فاتت، الحي الخامس زرع فيه 500 ألف متر مسطح السنة اللي فاتت، لكن الأحياء المتميزة خطتها شغالة، بس اللي معطلنا إن أنا أخلص ما فيه. طيب لو سمحتوا يا جماعة الناس برضو اللي متابعينا في مدينة العبور لو سمحتوا نتعاون مع بعض شوية ونتعاون مع الجهاز من فضلكم علشان نوصل للنتيجة اللي انتم عايزينها. وده كان الرد على الأستاذ سيد. معانا شريف من زايد. ممكن اتواصل مع البرنامج؟ اتفضل يا فندم انت على الهوا. لو سمحتي انا سكان الشيخ زايد الحي ال 16. الحي كام؟ الحي ال 16 16؟ المجاوره دي مهمله جدا ولسه هي فيها حاجات تحت الانشاء، وانا ساكن بقالي ثلاث سنين وعواميد النار عواميد الاناره ركبت ومضلمه بقالها اكثر من سنتين ما فيش نور دخلها. وانا عامل ممارسه مدخل كهرباء عن طريق ممارسه والشوارع كلها ضلمه واولادنا بيجوا بالليل والدنيا ضلمه ومفيش اي العواميد راكبه ومش عايزه تنور، مش عارف ايه المشكله. حي 16 يا فندم. الحي 16 استاذ شريف ما كانش فيه كهرباء تماما في المجاوره الثانيه.
كان مسند لإحدى الشركات قطاع الأعمال. احنا كنا هنحاول ان احنا نسحب الأعمال من الشركة. الشركة بدأت تشتغل تاني وخلصت، وده كان شغلنا الشاغل في الأول، ان حضرتك يبقى عندك كهرباء في البيت بتاعك الأول. فحضرتك دلوقتي ما بتشتكيش ان الكهرباء، يبقى بقى عندك كهرباء. الحي 16 المجاورة التانية عبارة عن 19 كشك، تم الانتهاء من 19 كشك دول بالكامل خلال السنة اللي فاتت، بقى في كهرباء في كل القطع الأهالي. دخلنا على مرحلة الإنارة زي ما حضرتك بتقول مظبوط، الأعمدة بدأت تركب، طرحنا تطوير زي ما اتكلمنا على الحي 11، طرحنا تطوير الحي 16 بما فيه المجاورة التانية. إن شاء الله نخلص الأعمدة خلال فترة وجيزة، خلال شهرين بالكتير بيكون دخل بعدهم مباشرة مقاول التطوير، شيل المخلفات واستكمال مرمات أو قطاعات الأسفلت بالبردورة بالزراعات بالجزر بتاعة الطرق، زيها زي الأحياء التانية، الحي 11، الحي العاشر، الحي السابع وهكذا. فإن شاء الله يعني خلال شهرين بالكتير الأعمدة هتكون منتهية إن شاء الله. طيب معانا تليفون، معانا مين يا جماعة؟ عاصم؟ عاصم اتفضل. اتفضل. عاصم من بورسعيد اتفضل. بشكر الدكتور احمد باجت يا فندم، بشكر القناه وبشكر حضرتك يا فندم على مبادره فايروس سي والاستاذه منى كذلك. اتفضل. والحقيقه كتر خيركم يعني في شهر رمضان تواصلوا معنا بالنسبه لمبادره فايروس سي. وبرضه من حضرتك يا فندم زي ما في مسؤولين من القاهره بيردوا على المواطنين، عايزين مسؤولين برضه يا فندم من بورسعيد بعد اذن حضراتكم بالنسبه للاسكان، بالنسبه للمشاكل كذا، رجاء يا فندم يعني كتر خيركم. وبنتظر فرصه وبشكر السيد رئيس الجمهوريه على المشروعات الضخمه وعلى كل الانجازات، وعلى ببارك له يا فندم بالذكرى الاولى 6/8 افتتاح القناه، وربنا يوفقكم يا رب. شكرا يا فندم. والله يعني احنا حاضر هنجيب لكم يعني رؤساء اجهزه في بورسعيد وفي غيرها من المحافظات. انا بشكر جدا وزاره الاسكان ان هي بتتيح لنا هذه الفرصه طبعا، يعني بالمناسبه ان هي يعني كل طبعا شكر خاص للدكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان، هو فعلا بيخصص لنا كل اسبوع او كل اسبوعين رؤساء مدن ومتعاونين جدا جدا معانا، فبنوجه لهم الشكر والتحية على الهواء. بشكرك أيضا يا أستاذ عاصم. طيب معنا مين تاني؟ ماجد من العبور. ألو؟ ماجد، ماجد وطي التلفزيون. ألو صباح الخير. وطي التلفزيون صباح الفل. كنت بس عايز أتواصل مع رئيس جهاز العبور لو سمحتي. اتفضل. صباح النور. طب وطي التلفزيون. معلش أنا حضرتك بس عايز أكلم حضرتك في موضوع الإهمال اللي موجود في مدينة اللي في شارع الشباب. يعني الشارع الشاوي حال الاول مهمل تماما، بقى جايين موجودين على الصفه، القوات بتنزل كل مره بينزل ضباط بيمشوهم، بعد 5 دقائق ما بيمشوا بيرجع نفس الموضوع تاني، اهمال في الزباله. حضرتك لو دخلت شارع الشباب النهارده عند سنتر ياسمين هتلاقي الزباله مرميه في كل حته، منطقه اصبحت من سنه 2011 دلوقتي منطقه عشوائيه، بقت عامله زي الاحياء الشعبيه اللي هي الاحياء اللي يعني ما فيش فيها اي خدمات. فلو سمحت نهتم شويه بالحي الاول وبشارع الشباب، بس ده طلبي. شارع الشباب. طيب حاضر يا استاذ ماجد. بس على الشباب بالنسبه، هو اولا سنتر ياسمين ده في الشباب مش في الحي الاول. والمنطقه دي احنا فعلا شغالين فيها تطوير. الباعه الجائلين زي ما تفضل جمال بيو قال ان هو عمل سويقه، هم بدأوا قبلنا بشوية ونفذوا وخلصوا، احنا بدأنا تنفيذ من حوالي شهرين وان شاء الله مدة التنفيذ 9 شهور، يعني بعد نهاية السنة يكون في سواء موجودة. استحدثنا شرطة مرافق مع بتنسيق مع مديرية أمن الأليوبية، بنعمل 3 حملات في اليوم. تمام. مش في الأسبوع، بنعمل 3 حملات في اليوم، حملة الصبح، حملة العصر، وحملة بالليل. على الباعة الجائلين. يعني احنا مستمرين وان شاء الله باذن الله مع نهايه السنه يكون السواقه موجوده ومش في بائع جائل في المدينه ان شاء الله. طيب معانا سحر من زايد. السلام عليكم. اتفضلي يا سحر. اتفضلي. عليكم السلام. عليكم. عليكم السلام. استاذنك حضرتك، انا من الشيخ زايد وعندي شكوى. اتفضلي. انا ساكنه في الحي الثالث المجاوره الثانيه. حضرتك كان ورانا حديقه في منتهى الجمال حوالين العماره، فجاه كده بصينا لقينا جم عاملين بقى يقطعوا في الشجر
وحطوا كوردون كده حواليها، واحنا طبعا السكان كلهم اعترضوا وبتاع، وبرضه ما فيش فايده. قالوا لا احنا واخدين اذن من الجهاز وهنعمل حضانه، وفعلا كل الشجر الرائع الجميل جدا اللي بقى مزروع. قالوا لك احنا واخدين اذن من الجهاز وعملوا حضانه في الجنينه؟ ما اعرفش. طب ازاي حضرتك ده كل العمارات في الشيخ زايد حواليها جنينه جميله جدا تعتبر متنفس لينا وشكل جميل، دلوقتي حضرتك بقى مبنى طلعت حضانه دورين ثبت علينا، بصراحه المنظر بقى يعني سبحان الله، كنا بنتهوى كده والشجر في منتهى الجمال والمنظر جميل. انا مش عارفه والله، روحت حضرتك الجهاز واشتكيت، قال لي دي اصلا كانت مكتوبه يعني معموله حضانه. طبعا وريني الورقه وريني الخريطه، ما رضيش. طيب صح مش مصدقه. هنرد عليكي، مش مصدق بصراحه يعني، معلش. حاضر، اتفضلي يا باشمهندس. استاذ سحر، بالفعل هي كانت مزروعه المساحه اللي حضرتك تفضلتي وقلتي عليها، ولكن هي طبقا لمخطط الحي والمدينه فدي حضانه. لما جه وقتها في تنميه الحي واحتياج المواطنين للخدمه دي، يعني هي حضانة. اصلا كانت بالزبط حضانه في المخطط. ولكن كان الاهالي عملوها من فتره يعني عشان هي ارض فاضيه، بدل ما نعملها زراعه فالجهاز سابهم عملوها زراعه. ولكن في وقت ما هنعوز نعملها حضانه لخدمه اهالي الحي لازم تتعمل طبعا حضانه. طيب في معانا ايمان من العبور، وفي شكوتين جايين لنا من الشيخ زايد برضو بس هنقولهم حالا. طيب ايمان. ايوه اتفضلي يا ايمان. صباح الخير. صباح الفل. انا كان عندي استفسارين. اول استفسار بالنسبه لجمعيه احمد عرابي، انا كنت شاريه فيها 4 فدادين بس القطعه نفسها مسجله 8 فدادين في الجمعيه باسم شخص تاني، والشخص ده المفروض راح عمل الورق بتاعه في الجمعيه انه سجلها باسمه. انا موقفي ايه من الاربعه؟ يعني انا ال4 فدادين دول انا اقدر اسجلهم قانونيا وملكيا باسمي، ولا انا كده هو مجرد مسجل ال8 قطع انا ال4 فدادين بالنسبه لي كده بقى وضع غير قانوني؟ الموضوع ده قلقني تاني. وتاني حاجه، الحي الرابع انا ساكنه فيه في الوقت الحالي، هو بصراحه كان فيه زرع جميل وعملوا فيه شغل حلو قوي، بس اهمل يعني. الرشاشات احنا اللي بننزل نطفيها، يعني ممكن حد يجي يشغلها الصبح والميه تغرق الارض ونضطر احنا ننزل. العنوان ايه بالظبط؟ عند عماره كام؟ عند عماره محليه كام وعماره كام؟ البلوك 19072، والبلوك ده في الحي الرابع فيلا 16. هو حي فيلل بس مهمل كاضاءه، مفيش اضاءه، الكهرباء بتاعته ضعيفه، يعني انا بالليل بخاف ارجع بالليل لوحدي. التكسير كتير في الاراضي، كسروا للتليفونات حتة كتير في الارض واحنا اللي ردمناها من الغفر عشان العربيات طبعا. وبالنسبه للتليفونات هي اشتغلت بس الكهرباء لسه ضعيفه جدا، والنور بيقطع فيها كتير. يعني الاسبوع اللي فات ده فضل قاطع من الساعه 1 الظهر لحد الساعه 10 بالليل في يوم 1/8، كان الجو حر جدا، وفضلنا نتصل لحد ما وصلنا الموضوع لاعلى حاجه عشان يجوا يصلحوه، وجوزي نزل الساعه 1 معاهم عشان يصلحوا، كان في كابل سايح وقعدوا يصلحوا فيه لحد الفجر. طيب فهم. حاضر. طيب طبعا هرد عليها. طيب نرد عليها. اتفضلي يا استاذ. بالنسبه بس الحي الرابع يمكن جمال بيه تطرق لمشكله شركات قطاع الاعمال المسند لها اعمال من 20 سنه وتعثرت. الحي اناره الحي الرابع بس من ضمن المشاريع اللي هي متعثره، لكن احنا تغلبنا على الحكايه دي بان احنا واحنا بنعمل تنسيق الموقع عملنا اناره للمسطحات الخضر بتغذيه ونورناها عشان نكسر حده الظلام او المشكله اللي في الحي الرابع. احنا بنسحب دلوقتي من الشركه عشان نسند لشركه تانية. بالنسبه لاعاده الشيء الاصل والتليفونات، احنا الحمد لله خلصنا لهم التليفونات. احنا ضايفين 60,000 خط تليفون في خلال سنه ونص للمدينه. من يوم ما المدينه اتعملت لحد السنه اللي فاتت كان فيها 40,000 خط، احنا وصلنا 100,000. فطبعا يعني في طفره خلال السنتين من عمر الدوله. احنا بنتكلم في دوله جديده بعد كده الرئيس السيسي. لما نتكلم على حضرتك لو شفتي مقارنه بين الخدمات ما كان وما تم، ذهول، حاجات بارقام عاليه جدا. فاحنا بنتكلم الحي الرابع عادش الاصل للتليفونات اتفتح فني، وان شاء الله خلال 10 او 15 يوم يكون في مقاول شغال بغير الشيء الاصل الحفر. طب بالنسبه للاربع فدادين اللي هي بالنسبه للاربع فدادين ده حاجه قانونيه، هي انا هستقبل او احنا كمدينه جهاز العبور هيستقبل ملفات جمعيه عرابي كامله من مجلس اداره الجمعيه. هي لازم يكون في تواصل مع اللي شاريه منه عشان تسلسل الملكيه بالظبط، وده تيجي تعرض على المستشار القانوني وهو اللي يقول رايه. طيب طمنيه مدام ايمان عيد من زايد. وعليكم
عليكم. ايوه عايز سعد يا فندم. اتفضل. عايز اكلم باشمهندس جمال. سامعك هو اتفضل. صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير. كل سنه طيب وبشكر حضرتك على المجهودات اللي انت عاملها في 11. الله يخليك يا فندم. بس انا ليا طلب صغير جدا. اتفضل. زياره حضرتك الحي ال 11 بالتاكيد عماره 11 الف وب في ممر صغير بين الاهالي وبين التعاونيات ده عايز يعني في كم هائل من الرطش. المجاورة وبعدين الاهالي راحوا جايبين لودر مسويينه بقى مطلع العربيات بدل ما يلفوا من ناحيه حضانه الزهور مكسره. حضانه الزهور. حضانه الزهور. تمام. بينزلوا من عندنا على الممر على طول على المنزل او المطلع بتاعنا. فارجوك عماره 11000 بين التعاونيات وبين الاهالي. ارجوك دي محتاجه زياره خاصه لحضرتك بس ليها رؤيه لا فيها نور ولا فيها سفلته ولا فيها رأس ولا اي حاجه وده مدخل لينا احنا ففي واحد مزعزع ورا هو اللي جاب اللودر مع ولم فلوس من الناس وعملها مطلع او منزل ليهم خاص بيهم هم فده بصراحه عامل لنا يعني اساءه جامده وتراب ورمل وقرف وعربيات نقل وعربيات حاجه صعبه قوي فارجو من حضرتك كل الاهتمام. حاضر يا فندم. طيب نرد عليه بعد. تقلقش يا استاذ عيد انا بنفسي بوعدك ان انا مفيش منطقه في الحي ال11 الا لما هستلمها بنفسي وابقى مطمن لها تماما قبل ما اقول لكم انا خلصتها فاطمئن حضرتك. طيب صفاء من العبور. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا صفاء. انا من حي السادس حضرتك. سادس. انا دلوقتي عندي كذا شكوى. اولا الغاز لحد دلوقتي حضرتك انا سمعت ان هو دخل في كذا حي من احياء العبور لحد دلوقتي الحي السادس ما دخلش فيه الغاز دي اول حاجه. تاني حاجه عندنا الشوارع فيها تكسيرات يعني مش ممهده خالص للاسف. احنا يعني المفروض في المدن الثانيه بنروح التجمع. احنا طبعا بنشكر جهاز مدينه العبور بس عايزين يعني اهتمام اكتر بالشوارع لان الشوارع للاسف العربيات بتمشي يعني مش ممهده خالص. طيب. شبكة التليفون كمان يا فندم برضو عايزينها. الانترنت للأسف الشديد هنا الانترنت يعني أنا لما بكون حابة أعمل أي اتصال بره بدولة بره للأسف لازم أخرج من العبور علشان أعرف أعمل اتصال عن طريق الانترنت لأن الانترنت للأسف الشبكة ضعيفة جدا هنا. متشكرة جدا وبشكر كل القائمين على جهاز مدينة العبور وأرجو التعاون. حاضر حاضر يا صفاء. هرد بس عليها الاستاذه. مشكله التليفون او النت دي لو يعني حد يجي لي فورا يوم الاحد ونحل يعني لو في مشكله مع السنتر نحلها في الحال. بالنسبه هنرجع للغاز لا هو الغاز دخل يعني هم شغالين زي ما قلت لك في الشبكه الرئيسيه والفرعي ما حدش تقدم اكثر من 4000. بالنسبه للطرق انا قلت هنعيد الشيء الاصلي بالنسبه للغاز لكن انا عندي باول صيانه انا طرحت عمليه صيانه للمدينه بالكامل او عمليتين مش 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 مشروعين مش مشروع واحد ان شاء الله خلال شهر او شهر ونص بالكثير هيكون في شركتين لعمل صيانه الطرق والارصفه في العبور بالكامل وهتستمر مش هتنقطع. طيب في باشمهندس جمال شكوتين بقى من الشيخ زايد عماره 54000 دور رابع حي 11 المجاورة 3 ساكن في ساكن في العمارة موسع الشبابيك كده على كيفه ومغير في أساسات العمارة والناس مضايقة منه جدا وما حدش عارف يتصرف معاه. ده عمارة 54000 الدور الرابع الحي 11 مجاورة 3. فأرجو بس أن حضرتك تهتم بهذه الشكوى. كمان في الحي العاشر بقى في بعض العمارات دي برضو شكوى من كذا حد في أماكن بتاعت الدروس الخصوصية محدش يعرف عنها أي حاجة فناس بتروح عربيات كتير بتركن تحت وبرضو خناقات ومعاكسات وناس متضايقة. طبعا دي حاجة غير قانونية بس كل واحد مأجر له شقة أو شاري له شقة وجاي فيها ناس بيعمل يعني بيدوا دروس خصوصية فيها على مدار اليوم يا فندم لحد الساعة 2:30 بالليل فالناس بتبقى متضايقة جدا. أرجو الإبلاغ عن موضوع الدروس الخصوصية لأن هي زي ما حضرتك تفضلتي ما بتبقاش ظاهرة لنا. احنا بنمشي احنا بنمشي في الحي فما فيش يافطه ما فيش باب مفتوح ما فيش حاجه مجرد عربيات واقفه فاحنا ما بنطلعش نخبط على البيوت فارجو الشكوى عشان احنا لنا اجراءاتنا ومع شرطه ومباحث تعمير بنحققها وبنعمل اجراءات حيال العقار المخالف والمحول نشاطه من سكني الى اي نشاط اخر. طيب لو سمحتوا نبلغ بالنسبه للعماره 54 العماره 54 حضرتك اللي هي فيها مخالفه هوجه على طول لجنه المخالفات
او الحي هيطلع يعاين ويشوف المخالفه وهنتخذ اجراءات فورا حيال المخالفه البنائيه. بشكرك يا فندم جدا. طيب معنا محمد بمدينه السلام. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل يا استاذ. مع حضرتك الدكتور محمد من حي مدينه السلام. اهلا حضرتك بيك. دلوقتي الجماعه بتوع حي السلام دول ما فيش اي نوع من انواع الشغل. اللي انا ساكن في الشارع اللي هو مدينه الحرفيين بس من ورا، يعني المفروض دي مش حرفيين، المفروض دي تقسيم اهالي ابو بكر الصديق الخلود كده. الورش المحلات مغرقه الشوارع عرض بضاعه. وبتوع الحي صغار الموظفين بتوع الحي بيتقاضوا منهم رواتب ثابته عشان يبعدوا عنهم وما يعمل لهمش اي مشاكل. تمام. الشارع اتعمل فيه المجاري كامله، مشروع مجاري كامل، تمام ما شاء الله. واخد بال حضرتك المفروض ان السفلت دلوقتي هم لو سفلتوا هيقطعوا باب رزقهم. الضحايا مين؟ السكان. ضحايا مين؟ السكان. ليه؟ مفيش حاجه اسمها ست تمشي في الشارع. مشيت في الشارع تبقى مشكله. الشارع عرضه حوالي 22 متر، متخيله حضرتك الشارع اللي عرضه 22 متر بتمشي فيه عربيه واحده بالعافيه؟ متخيله حضرتك 22 متر يعني اربع حارات عربيات على الاقل او خمس حارات عربيات من كتر الاعطال من كتر انصاص العربيات والاكسسوارات اللي محطوطه على الرصيفه ولحد نص الشارع. تمام يا فندم. انا بكلم حضرتك كلام لوجيك ومعقول وموجود عملي في الشارع. ورئيس الحي اللي كان لواء من ست شهور وجه راح له اكتر من سي دي بالصور كلها الطبيعه ومع ذلك مفيش اي نو ريسبونس، مفيش اي رد فعل. طيب يعني هو ما ردش وما قالش؟ ممكن يكون الرئيس ما ردش ولا عمل اي ريسبونس، اي شغل ما عملوش. ممكن يكون رئيس الحي مظلوم نسبه لان صغار الموظفين واللي تحت ايده كلهم قدام عارفين السكك وعارفين بيجيبوا منين. بس ما حدش بيتصرف يعني ما فيش حد رد عليكوا ولا حد قال اي حاجه؟ لا 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 لا، الشكاوى بتروح مجلس الوزراء ايام الباشمهندس النشيط الحلو ده رئيس الوزراء، وتروح الشكاوى يتم رد عليها يروح ينفذوا الحملات في شارع ثاني اسمه شارع جمال عبد الناصر. ليه شارع جمال عبد الناصر؟ شارع جمال عبد الناصر مليان عالم بتوع خضار، ناس غلابه. واخد بالك انت؟ شيل 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 شيل، تم تنفيذ اللازم في مجلس الوزراء. الموظف بتاع مجلس الوزراء ما هوش عارف الفرق ما بين شارع جمال عبد الناصر وما بين شارع العسقلاني. هو عنده بلاننج لكن ما يعرفش الشارع ده فين والشارع ده فين، لكن تم تنفيذ اللازم. هو شاب عينيه حاجه ما شافش حاجه. تمام. لما تيجي بقى تسالي عن الشكوى في مجلس الوزراء يقول لك تم تنفيذ اللازم. السلام عليكم عليكم، بس ده اللي حصل، لكن ما فيش حاجه حصلت. طيب يا فندم حاضر، يعني هي الشكوى طبعا وصلت وحاجه طبعا مسيئه جدا، بس ارجو ان الساده المسؤولين عن الموضوع ده يكونوا سامعيننا دلوقتي، وحتى لو مش سامعيننا احنا هنوصل لهم الشكوى. طيب معانا منى من زايد. طيب منى حاولي تكلمينا تاني. معانا هشام. الو، اتفضل يا هشام. صباح الخير. صباح الفل، اتكلمنا منين؟ من اسكان الحضائق الشيخ زايد. الشيخ زايد، اتفضل. حضرتك انا بشكر باشمهندس جمال على اهتمامه. انا ساكن في السكن الحضائقي على المحور المركزي. بشكر باشمهندس جمال على اهتمامه بالمحور المركزي عندنا، بس انا ليا ملاحظه عايز اقولها لسيادته. ان احنا في السكن الحضائقي لنا باركنج خاص. في عربيات كتير بتخش بتركن في الباركنج الخاص دوت، بتقعد بالكذا شهر مركونه ما حدش يعني يعرف صحابها مين. في يعني بتحصل مخالفات وحاجات، يعني طبعا ممكن تبقى حاجات خطيره. العربيات بتتفتح بالليل، في ناس بتيجي وبتاخد منها حاجات وترجع حاجات. انا طبعا ما اقدرش اقول لهم انتوا بتعملوا ايه، انا ما اعرفش هم ساكنين فين، لكن هم مش من سكان السكن الحضاري. دي حاجه. الملاحظه الثانيه حضرتك باشمهندس جمال، ان احنا عندنا الدور الارضي دايما في غالبيه العمارات بتاع السكن الحضاري ابتدى يتحول لمكاتب عقاريه، ومش مسموح بالمكاتب العقاريه دي حضرتك في الاسكان الحضائقي، لان دي سواء تمليك ايجار كلها مش محلات. هم عاملينها مكاتب عقاريه سمسار يعني. تمام. طبعا طبعا مفتوحه مكاتب عقاريه. فطبعا حضرتك يعني الملاحظه بتاعت الباطن، ويا ريت بقى حضرتك كمان في ملاحظه بطلبها يعني. اتفضل براحتك. باشمهندس جمال بعد اذن حضرتك. ان احنا عندنا الباركنج لكل مجموعه عماير باركنج كده يتعمل لنا بس يعني زي بوابه او حاجه بنقفل على عربياتنا
لان ده برضه متخصص بالعمارات بتاعتنا يعني بوابه كده تتقفل على الـ 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 على مجموعه العربيات الخاصه بالسكان. لكن العربيات اللي هي جايه من بره وبتبات بثلاث اربع شهور دي ما نعرفش اخبارها ايه، ودي حاجه خطيره ولازم تبقى محل محظوره من المسؤولين في الجهاز او في الشرطه. تمام، شكرا لحضرتك. شكرا ليك. اتفضل يا باشمهندس. استاذ هشام، هو كده هم نفس يعني الموضوع الاخير هو الاولاني اللي هو بتاع العربيات. انا هتواصل مع السيد المامور بخصوص العربيات اللي هي بتبقى راكنه وفي اي بيقول بالثلاث اربع شهور بقى عربيات من بره بتتفتح وبيجي ياخد منها حاجات ويرجعوا حاجات، فدي حاجه خطر على السكان نفسهم. وبعدين هو المفروض ان الباركينج ده مخصص للسكان مش كده؟ هو في مجموعه مواقف انتظار عباره عن لوب كده مدور، هو في مجموعه على المحور المركزي من ناحيتين، يعني هم تقريبا 10 مواقف انتظار دي خاصه بالاسكان الحدائقي، واحنا سفلتناها في الفتره الاخيره ورفعنا كفاءه الزراعه والكلام ده كله. هو طبعا استاذ هشام ما اتكلمش على دي ولكن اتكلم على حاجه امنيه. طبعا هو جهاز المدينه ما يعرفش، ما بيشوفش العربيات دي بتاعت مين او كده، ولكن هنتواصل مع السيد المامور علشان موضوع العربيات دي يتابعه ويعملوا حملات يوميه بالليل ونشوف ايه الموضوع بتاع العربيات ده. بالنسبه لمكاتب العقارات زي ما قلنا برضو احنا هنتابع ونشوف اي حاجة وحدة مفتوحة في يافطة الكلام ده كله، عندنا حملات يومية وهنتخذ اجراءات حيالهم، وبتوصل لفسخ التعاقد وسحب الوحدة من صاحبها مباشرة. طيب معانا عادل من زايد. ايوه اتفضل يا فندم. صباح الخير. صباح النور. انا عادل يوسف من الحي الاول مجاورة 2 الحي الاول. ايوه الشيخ زايد. في الشارع الرئيسي نفسه كان في صرف صحي هم بيشتغلوا فيه وقفلوا الشارع نفسه وعملوا فتحه عشان اتجاه العربيات. اوكي، خلصوا الصرف الصحي وشغالين في الشارع الجانبي اللي جنب المزرعه. كويس، وقفلوا وبعدين غيروا قفلوا الاتجاه ومشوا الشارع طبيعي. طب انت لما جيت فتحت الفتحه ديت شلت الزرع اللي في نص الجنينه اللي في نص الشارع وشلت نخل كمان وبهدلت الدنيا، وبعد كده اوكي خلصت وقفلت الرصيف وعدلت اتجاه العربيات عادي وخليت جوه الجنينه نفسها اللي في الرئيسي خليتها مبهدله وما فيهاش اي زرع خالص، ومكان الردم حجاره والجير مبهدل يعني شكلها مش معقول يعني، وانت شغال في الشارع الجانبي. طب ليه ما طالما خلصت في الرئيسي كمل الزرع وشغل الزرع وخلص. وفي كمان مطبق المفروض المزلقان نفسه اللي هو قدام المزرعه وانت جاي ورايح على هايبر في مساكن اللي هي عماره 11، طب انت قبل المساكن دي اعمل مطب عشان العربيات بتيجي بسرعه مش ممكن، اللي هي الميكروباصات بتحصل حوادث مش ممكن يعني. يعني قبل المسكن بالظبط بعد المزلقان اعمل مطب عادي، مطب صناعي على الاقل العربيه وهي جايه يهدي ما ينزلش بسرعه جامده. فانا بس عايز اعرف اولا بالنسبه للزراعه اللي هي المفروض في المدخل في الشارع الرئيسي يخلصوها، يعني مش انت شغال في الجانبي خلاص اوكي خليك في الجانبي، بس طالما خلصت الرئيسي كمل هنا زرع وخليه طبيعي عادي بدل ما العربيات والهواء ومكان العربيات ماشيه والدنيا بتبقى تراب خالص ومبهدله الدنيا يعني. طبعا هم بيشتغلوا انا ما بقولش لا، بس يعني طالما في شغل وانت خلصته كمل وخلي الزرع وكمل الدنيا والمطب اهم حاجه دوت يعني. تمام يا فندم، حاضر. طيب هنرد على حضرتك بس ناخد حسيني من زايد ونرد على الشكوتين مع بعض. اتفضل استاذ حسيني. السلام عليكم. عليكم السلام. والله حضرتك انا في شيخ زايد في الحي العاشر. الحي العاشر؟ الحي العاشر في شيخ زايد. اتفضل يا فندم. هو حضرتك العبارات واخده ترخيص بدروم لا يستخدم الا جراج. جراج؟ يعني هو المنصه بدروم لا يستخدم الا جراج. لا يستخدم الا جراج. تمام يا فندم. مشكله ايه؟ طبعا مفيش حد عامل جراجات وكله عامل سلم على الارضي وعاملها دوبلكس. فدي حلها ايه؟ يعني هو مثلا مستنيين حد يشتكي ولا هم المفروض الحي بيلف؟ لا هرد على حضرتك. طيب طيب نرد طيب. اتفضل. الاستاذ عادل بشكر حضرتك وبضم صوتي لصوتك، وانا عارف ان في مشكله في حته الزراعه اللي قدام
المنطقه دي اللي داخل زي ما حضرتك بتقول على المزرعه. الاول خلينا نقول احنا عملنا الجزئيه دي ليه؟ بنعمل حاجه مستقبليه. الصرف الصحي بتاع المدينه كان شغال على خط واحد خط 1400، يعني ولما لو حصل عطل في الخط ده في اي وقت يبقى المدينه غرقت بالصرف الصحي. بنعمل خط ازدواج قطره 1800 مللي، يعني قريب من مترين، وخلصنا الخط ده. ومن ضمن اجراءات الخط ده لما كنا قافلين الجزء بتاع الحاره اللي حضرتك بتقول عليها، خلصنا خلاص الربط، ويمكن خلال اسبوعين بالكتير ان شاء الله هنربط الخط ده على منطقه ابو رواش. نيجي بقى للجزئيه اللي احنا كنا عاملين تحويله فيها في الجزيره عشان ننقل العربيات من الناحيه دي للناحيه الثانيه، فطبعا الحته دي لازم نرجعها زراعه ثاني. في عندنا مشروع كبير وكنت لسه هقول للاستاذه من ضمن المشاريع بتاعه زايد، وهي مسار الدراجات. زي الدول العالميه كلها الشيخ زايد الناس هتركب عجل جواها، وانا كمان معاك وهركب عجل وامر على المشروعات بالدراجه. فطبعا ده الجزء ده اللي مشروع فيه هايل جدا يعني، واسند وكلنا ننزل نشتري عجل لو سمحتوا بقى عشان نقلل التلوث شويه. ده غير شراء العجل كمان، هيبقى زي ما بنشوف بره في شركه هتيجي وصاحبه الدراجات ولها اكتر من موقف. هيبقى موقف عند مدخل واحد وعند اتنين والحي ال11 وال16، وفي اسلوب معين لتاجير الدراجه. هاخد العجله من المكان ده واسلمها في الحته الثانيه اللي انا هنزل فيها في الحي ال11. طيب زي كل العالم ما بيعمل. خلينا عشان نشوفها، هتبقى مفاجأة بعد كده إن شاء الله وهنشوفها مع المواطنين. أسند المشروع ده بالفعل الأسبوع اللي فات والمقاول بدأ يشتغل من الأسبوع ده. الجزئية بقى اللي بيتكلم عليها الأستاذ عادل إن هي فيها التحويلة دي جاية في مسار الدراجات. قلنا بدل ما نزرعها ونرجع نقطعها تاني عشان مسار الدراجات، قلنا هنعملها مرة واحدة. حضرتك يا أستاذ عادل هتنتظر معانا بس خلال الشهر بالكتير هتلاقي مسار الدراجات شغال في المكان ده ونكمل زراعته. ده طيب احنا على فكره هننزل مع حضراتكم نصور المسار ده ان شاء الله. ان شاء الله احنا بدانا بالفعل بس عشان يبان على الطبيعه قدامنا في حدود شهر شهر ونص. المطب ان شاء الله انا هراجعه بنفسي دلوقتي اول ما ارجع. انا عارف ان في مطب موجود ومدهون قبل منه، انا بعمل مطب وبعمل قبل منه مطب وهمي اللي هو الدهان على الارض وادهن المطب واحط كمان علامه تحذيريه. براجع الكلام ده ان شاء الله، ولو ما كانش موجود مكتمل ده هكمله بالكامل. نروح للاستاذ. طيب الاستاذ حسيني كان بيقول الحي العاشر بالنسبه للجراجات. بستاذن حضرتك يا استاذ حسيني تزور الحي العاشر النهارده، مش الاسبوع اللي جاي، النهارده، وتشوف ايه اللي احنا شغالينه في الحي السابع. حمله ازاله للمخالفات البنائيه في السطح وفي البدروم، زياده غرف السطح، مساحات غرف السطح، وتحويل البدرومات الى انشطه تانية. زور حضرتك طيب. الحي السابع النهارده نفس إن شاء الله. اللي تم في الحي السابع هيتم في الحي العاشر. طيب معانا سامي من العبور. اهلا وسهلا، صباح الخير. ايوه يا فندم. احنا تبع جمعيه التعاونيه للبناء والاسكان هي بمدينه العبور، كان لنا شاليهات في راس سدر. علي صوتك يا استاذ سامي، اتفضل. بقول لحضرتك احنا لنا شاليهات تبع رأس في رأس سد تبع جهاز مدينة العبور. احنا من 96 لغاية النهاردة ما فيش اخبار عنها، ما نعرفش ايه حلها بالظبط. نسحب طيب. فلوسنا من البنك ولا نكمل ولا نقعد ولا ايه بالظبط؟ هي الجمعية مالهاش دخل بالجهاز، هي جمعية العاملين يعني، لكن هي كجهة ادارية الجهاز مالوش دخل خالص بالجمعية. تمام. لكن هو ممكن يتواصل مع المسؤولين عن الجمعية. طيب شكرا يا استاذ سامي. طيب احنا معانا مين اللي بقى؟ معلش انا اسفه، في ناس بتحاول كتير تكلمنا. طيب لا احنا وشكوى الاستاذ حسيني احنا ردينا عليها اللي كانت في تمام. طيب عشان كان في الحي العاشر. طيب باشمهندس امين يعني عايزين نعرف برضو بقى هل في حاجات جديده كده، مفاجآت زي مسار الدراجات في زايد؟ وطبعا مخطط مدينه العبور محكوم غير مدينه زايد، لكن هو احنا بالنسبه لمدينه العبور يمكن احنا بنكمل خدماتها
احنا السنة دي بنضيف 10 مدارس للخدمة، في 3 فعلا تسلموا او جاري تسليمهم لهيئة الابنية التعليمية او للادارة التعليمية ويخشوا الخدمة السنة دي ان شاء الله، في 5 يخشوا في السنة الجاية. تحت الطرح مدارس متفوقين، مدرسة يابانية، مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة، 5 مدارس للتخديم على الإسكان الاجتماعي الجديد اللي هو متحضرك. احنا لو بنقارن ما تم تنفيذه خلال السنتين دول احنا بنتكلم بننشئ 27,240 وحدة سكنية إسكان اجتماعي، والرقم ده قد ما تم إنشاؤه في مدينة العبور من بدايتها حتى السنة اللي فاتت. تمام. عموما يعني انا في النهايه بحيي حضراتكم وبحيي وزاره الاسكان طبعا على هذا التقليد الرائع اللي بيساعدونا فيه، ان هم فعلا يعني مساعديننا في هذه الفقره بشكل كبير جدا وما تاخروش عننا. مره ثانيه بحييهم، بحيي السيد وزير الاسكان وبحيي حضراتكم على سعه صدركم لاستقبال الانتقادات واستقبال الشكاوى على الهواء وحلها حل مباشر بالطريقه دي. اتمنى ان اشوف يعني هذا التصرف وهذه روح مع المسؤولين كلهم، لان دي فعلا يعني التصرفات الجديده اللي احنا مستنيينها في هذا العهد والعصر الجديد. بحييكم وبشكركم شكرا جزيلا على تلبيه دعوتنا النهارده يا فندم. واحنا بنكرر برضو حضرتك، مكتبنا مفتوح على مدار 6 أيام في الاسبوع، متواجدين، تليفوناتنا موجوده لاي ملحوظه اي مشكله وبالتجاوب فورا باذن الله. مرة أخرى بتوجه لحضراتكم بخلص الشكر والتحية، مهندس أمين غنيم رئيس جهاز مدينة العبور شكرا يا فندم. شكرا. بشكر أيضا مهندس جمال طلعت رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد شكرا لحضرتك. شكرا. شكرا جزيلا. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهاردة، بعتذر لكل السادة المواطنين ما قدروش ان هم يوصلوا لنا. هنستقبل ان شاء الله شكاواكم على صفحتنا على فيسبوك سبوا حضرين، تواصلوا معنا في أي وقت أي وقت على مدار اليوم هتلاقونا بنرد عليكم، وان شاء الله تقدروا كمان تتابعونا على تشانل بتاعتنا بتاعت يوتيوب، تقدروا تعملوا سبسكرايب لدريم تي في وتشوفونا في اي وقت. بكره ان شاء الله 9 صباحا هكون معاكم بتوقيت القاهره وحلقه اجتماعيه وصباح جديد وصباح دريم، فكونوا على موعد. سلام.